بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب اسمحوا لي النهاردة نبتدي مع بعض مراجعة على الجزء الخاص بالإندوكراين سيستم، ومراجعتنا هتبقى على شكل جداول كده هنعملها مع بعض عشان تسهل علينا الموضوع. خلينا في البداية كده نعرف الأجندة بتاعتنا عبارة عن إيه. هتبقى عبارة عن إن إحنا هنراجع مع بعض الانترودكشن للإندوكراين سيستم، لأن الجزء ده مهم جدا في إن إحنا بعد كده مع كل جلاند على حسب السكريشن بتاعتها هنبتدي نحط الاستامبة بتاعتها. تاني حاجة هنراجع البيتيوتري جلاند، الثايرويد والباراثايرويد والسوبرارينال جلاند، الايلس اوف لانجرهانز، واخر حاجه الباينيال جلاند للجامعات اللي عليها هذا الجزء. فانت لو ما عندكش الباينيال جلاند خلاص، يبقى اخر حاجه بالنسبه لك هتبقى عباره عن الايلس اوف لانجرهانز. ونبتدي مع بعض ونقول ان الاندوكراين جلاند بتتكون من اندوكراين سيلز، خلايا بتفرز هرمونز، الهرمونز دي بتروح على البلاد سيستم. خلينا متفقين ان النوعين اللي عندنا من الاندوكراين سيلز عباره يا اما خلايا هتفرز لك هرمون بيبقى ستيرويد، يا اما خلايا هتفرز لك هرمون بيبقى ايه؟ بيبقى بروتين. يبقى اذا كل الاندوكراين سيلز عندنا هتقع تحت المصنفين دول، يا اما ستيرويد سيكريتنج سيلز، يا اما بروتين سيكريتنج سيل. فاول ما اقول لك ان الخلايا بتاعت الجلاند الفلانيه بتفرز ستيرويد هتقول لي دي من عيله ايه؟ ها، من عيله الستيرويد سيكريتنج سيلز. ولما اقول لك ان الخلايا بتاعت الجلاند دي بتفرز بروتين هتقول لي فدي من ايه؟ من عيله البروتين سيكريتنج سيلز. وزي ما بنقول دايما دايما في الاندوكراين جلاند بتاعنا المثل اللي ماشي، عيله عبد الواحد كلها واحد، فكل الجلاند اللي هتفرز ستيرويد هيبقى ليها نفس المواصفات، وكل الجلاند اللي هتفرز بروتين هيبقى ليها نفس المواصفات. اول حاجه خلينا نبتدي بالستيرويد سيكريتنج سيل، وتعالى كده نشوف شكل الخلايا بالاتش اند اي هيبقى شكله ايه. هنلاقي ان الخلايا دي بتبقى اولا اسيدوفيليك، ها لونها كده بامبي، وبتبقى فاكيوليتد، بيبقى فيها فاكيول زي ما انت شايف بالمنظر ده زي فائع الصابون. وليه هي اسيدك وليه هي فاكيوليتد؟ اسيدك لان احنا زي ما هنشوف بعد كده ان الخلايا دي بتبقى مليانه بحاجتين، مليانه بميتوكوندريا ومليانه بسموث اندوبلازميك ريتيكولم. ايه فايده الاثنين دول؟ عشان هم دول اللي عليهم التو سيتس من الانزيمز اللي هتصنع لي ايه؟ اللي هتصنع لي الستيرويد هرمونز بتاعتي. فدول ده اللي بيخلي لي السيتوبلازم بتاعي اسيدوفيليك. طب ليه السيتوبلازم فاكيوليتد؟ لان احنا زي ما هنشوف بعد شويه ان الخلايا دي برضو بتبقى مليانه بايه؟ بالليبيد دروبلت، والليبيد دروبلت ده هو ده اللي بيتخزن فيه الكوليسترول اللي بيعتبر مصدر لمين؟ ها، للستيرويد هرمون. فنتيجه لكده الليبيد ده بيدوب اثناء التحضير، فبيسيب لك ايه؟ بيسيب لك ايه؟ المنظر اللي عامل زي الفاكيولز المنظر ده. طيب ده شكل الخلايا بالاتش اند اي. طيب شكلها ايه يا ترى بالالكترون مايكروسكوب؟ زي ما قلنا انا عندي فيها اساسيات بديهيات في اي خليه بتصنع ستيرويد، عندي فيه ميتوكوندريا، عندي فيه سموث، وعندي فيه ليبيد دروبلت. هم دول الثلاثه الثلاثي بتوع مين؟ بتوع الستيرويد سيكريتنج سيل. يبقى اذا اول حاجه هلاقيها عندي هلاقيها ايه؟ هلاقي فيه ميتوكوندريا، وبقول ان الميتوكوندريا ليها كريستي بتبقى ايه؟ تيوبولر. تيوبولر تيوبولر يعني ايه؟ يعني بص شكل عام زي ايه؟ زي الانابيب الرفيعه اللي لازقه ببعض بهذا المنظر. وهي ليه بتتكون من انابيب لازقه ببعض؟ ليه؟ ليه؟ لان هو المنظر ده بيزود لي السيرفس اريا اكتر، ها، مساحه السطح لايه؟ ها، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر حاجتين، عشان خاطر الميتوكوندريا هنا شغاله بروحين، وظيفتين، من ناحيه انها بتدي الانرجي او الطاقه اللي هتستخدمها الخليه، ومن ناحيه ثانيه ان هي عليها الانزيمز اللي هتصنع لي ايه؟ اللي هتصنع لي الايه؟ الكوليسترول، اللي هو بيعتبر البريكرسر المصدر بتاع الستيرويد هرمونز. فعشان كده الكريستي بتاعتها بلاقيها ايه؟ بلاقيها زي الانابيب الرفيعه كده اللي لازقه ببعض عشان تزود لي ايه؟ تزود لي مساحه السطح بتاعي، تزود لي مساحه السطح بتاعي. طيب تاني حاجه قلنا هنلاقيها ايه؟ ها، الحاجات الرفيعه الصغننه دي عباره عن السموث اندوبلازميك ريتيكولم. طيب تالت حاجة هلاقي في ايه؟ ايه الحاجات البيضة الكبيرة دي؟ دي عبارة عن الليبيد دروبلت، اللي بعد ما الكوليسترول بيتصنع، ها، عن طريق الميتوكوندريا والسموث يروح يتخزن فين؟ فين؟ في الليبيد دروبلت ده يتخزن فيه.
طيب بيجي السؤال، هل في ايه هنا عندي سكريتوري جرانيولز؟ لا مفيش سكريتوري جرانيولز. ليه مفيش سكريتوري جرانيولز؟ ليه يا شباب؟ ليه؟ ببساطه شديده، لان السكريتوري جرانيولز دي عباره عن الجرانيولز اللي بتخزن جواها بروتين، وانا هنا عندي بروتين، لا انا عندي كوليسترول، فاذا هنا اكيد مش هلاقي فيه ايه، مش هلاقي فيه سكريتوري جرانيولز. والسؤال ده بيجي لكم في اسئله الام سي كيو، وبيوقعكم فيه، يوقعكم فيه، يجيب لك كده سؤال على ستيرويد سكريتنج سيلز وقولي الاجابه الصحيحه، ويجي يقوم مدخلك في النص كده كلمه سكريتوري جرانيولز. فاذا ستيرويد سكريتنج سيل عمر ما بيبقى فيها سكريتوري جرانيول، لان السكريتوري جرانيول ده يتخزن فيها مين؟ البروتين، وليس الايه، وليس الكوليسترول. لكن الكوليسترول بيتخزن فين؟ بيتخزن جوه الايه، اللي بتروبت. طيب ايه اشهر الخلايا او جلاند اللي بتفرز ستيرويد؟ عندنا فيها اللي هناخدها بعد شويه اللي هي السوبرا رينال كورتكس، عندنا كمان اللي هناخده في موديول ريبرودكتيف الجونادز، التستس والاوفرز اللي هي بتسكريت ايه، التستوستيرون والاستروجين والبروجستيرون، والبلاسينتا اللي هي برضو بتفرز لك ايه، الاستروجين والبروجستيرون. طيب تعال على النقيض عندي ونشوف الخلايا اللي بتفرز بروتين. اجي اشوف ال H and E، الخلايا دي شكلها ايه؟ والله لو جيت بصيت على السيتوبلازم مش هتلاقيه بينك بقى، ده انت هتلاقيه فايلوت، فهقول عليها ان السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك. ليه بيزوفيليك يا شباب؟ عشان بيكون فيه كميه محترمه من الراف اندوبلازميك ريتيكولم اللي هو بيصنع لي البروتين. طب تعالى كده نشوف شكل الخلايا بالالكترون مايكروسكوب، هلاقي ايه؟ هلاقي برضو فيها ميتوكوندريا، بس الميتوكوندريا هنا بقول عليها ويز لاميلار كريستي. يعني ايه لاميلار كريستي؟ بصوا شكلها عامل ازاي، زي ايه، زي الدرف كده، عارف الدرف بتاعت المكتبه بتاعت الدولاب، هي بنفس المنظر كده، درف فوق بعضها. فانت اكيد واخد لي بالك هنا كويس قوي ان السيرفس هنا اريا بتاعت كريستي دي كانت اقل بكتير من ايه، من التيوبولار كريستي اللي عامله زي الانابيب اللي لازقه ببعضها. وقلنا عشان في حاله الاستيرويد الميتوكوندريا شغاله بروحين، بروحين تديك طاقه، ها، وعليها الانزيم اللي تصنع لك ايه، الكوليسترول، لكن هنا وظيفتها فقط انها بتدي لك ايه، بتدي لك الطاقه. طيب هتلاقي ايه تاني؟ هتلاقي زي اي بروتين سكريتنج سيل زي ما قلنا راف اندوبلازميك ريتيكولم يصنع لك البروتين، هتلاقي فيه جولجي اباريتس اللي هو ايه، يعبي لك البروتين، يعبه لك في ايه، ها، برافو عليكم، في سكريتوري جرانيولز، الكور السوداء اللي انت شايفها دي اللي بيتخزن جواها البروتين، ها، لحد ما يجي له اشاره عشان ايه، عشان يطلع بعد كده البروتين ده، ها، بره الخليه على الايه، البلاد فيسلز. يبقى اذا هنا طبيعي هلاقي فيه ايه، هلاقي فيه سكريتوري جرانيولز. هل هنا بقى هلاقي ليبيد دروبلتس؟ اكيد مفيش، لان ده ايه، لان ده مش بتصنع، ها، مش بتصنع كوليسترول، مش ستيرويد هرمونز. طيب اشهر الخلايا اللي بتصنع بروتين او الجلاند اللي بتصنع بروتين مين؟ اللي هناخدها بعد شويه البيتيوتري جلاند، اللي هناخدها برضو بعد شويه الثايرويد جلاند، اللي هناخدها برضو بعد شويه السوبرا رينال، بس مين؟ ها، مش الكورتكس بقى، الميدالة، الميدالة اللي بتصنع لك الايه، الادرينالين والنور ادرينالين. هناخد برضو الباراثايرويد جلاند، واخيرا البنكرياس. يعني معظم اللي هناخدهم النهارده، ها، في مراجعه الاندوكراين هيقعوا تحت مين؟ تحت طائله البروتين سيكريتنج سيل. فلما اجي اقول لك بقى على اي خليه بعد كده بتصنع ستيرويد، ها، هتقول لي هلاقي فيها كذا وكذا وكذا وكذا، بتصنع بروتين هلاقي فيها كذا وكذا وكذا، مش هرجع بقى انا اشرح تاني هتلاقي فيها ايه بالاتش اند اي، هتلاقي فيها ايه بالاي ام، مش هنقول ايه، مش هنقول هذا الكلام مره ايه، مره اخرى. اتفقنا يا شباب؟ ونبتدي مع بعض. اول جلاند عندنا اللي هي عباره عن البيتيوتري جلاند، والبيتيوتري جلاند زي ما احنا خدنا عباره عن فصين، فص امامي بقول عليه الانتيريور لوب، وفص خلفي بقول عليه البوستيريور لوب. بالنسبه للانتيريور لوب بيتسمى اسم تاني اللي هو عباره عن الادينو هايبوثيسس، وكلمه ادينو معناها ان ده الجلاندولار بارت، ده الجزء اللي بيحتوي على الخلايا اللي بتفرز الهرمونز بتاعه الانتيريور بيتيوتري. خليني اقول لك ان الانتيريور لوب ده بيتقسم لثلاث اجزاء، الجزء الكبير اللي انت شايفه ده اللي بقول عليه البارس ديستاليس، وجزء تاني كده طالع عامل زي لياقه القميص اللي بتحوط لك الرقبه، الجزء اللي عامل زي لياقه القميص ده اللي بقول عليه البارس تيوبيراليس، وجزء كده موجود في النص بقول عليه البارس انترميديا، بيبقى ما بين البارس ديستاليس وما بين البوستيريور لوب. اما البوستيريور لوب فهو برضو بيتكون من ثلاث اجزاء، الجزء الكبير ده اللي بقول عليه البارس نيرفوزا، الجزء اللي عامل زي كده الرقبه، الرقبه اللي انا بقول عليه الانفانتيبولار ستوك، واللي بيبقى متحوط بايه،
بالجزء اللي عامل زي ياقة القميص اللي قلنا عليه البارس تيوبيريلس. اما تالت جزء في البوستيريور لوب فبيبقى عباره عن جزء عامل كده زي حرف السبعه، بيعتبر امتداد للهايبوثالاموس بنسميه الميديان امينس. طب تعالوا نبتدي مع بعض بالانتيريور لوب، ونبتدي باكبر جزء عندنا اللي هو عباره عن البارس ديستاليس. طب لما نيجي نبص على البارس ديستاليس نلاقي بيتكون من ايه؟ خليني اقول لك ان مهم جدا في اي شرح لاي اندوكراين جلاند ان انت توصف الخلايا دي مترصصه على شكل ايه. وخليني اقول لك ان معظم الاندوكراين جلاندز الخلايا فيه بتبقى مترصصه على هيئه الريجولار كوردز. يعني ايه الريجولار كوردز؟ يعني عباره عن مجموعات غير منتظمه الشكل من خلايا بتبقى مضلعه، او بمعنى اخر عباره عن ايه، زي الحبال كده الايه الملفوفه حوالين بعضها، حبال ملفوفه حوالين بعضها. فده زي ما اقول لك ده معظم الشكل بتاعها اللي هتلاقيه في اكتر الاندوكراين جلاند. في اختلافات هنقولها بعد كده طول ما احنا ماشيين في ايه في المراجعه بتاعتنا. خليني اقول لك ان الخلايا اللي عندي المضلعه دي او المجموعات بتاعتها بتبقى مترصصه حوالين ايه، حوالين، ها برافو عليكم، حوالين بلاد كابيلاريز اللي هي هنا نوعها ايه، نوعها عباره عن فينستريتد ساينوسويدال كابيلاريز. فاكرين يا جماعه الفينستريتد كابيلاريز كانت عباره عن ايه؟ عباره عن شعيرات دمويه السيتوبلازم بتاعها بيبقى مخرم. مخرم ليه؟ عشان يسهل ايه مرور الهرمونز من ايه من خلالها. وخلي بالكم من حاجه تانية، ان انت ساعات هتلاقي في الكتاب، ها ساعات يكتب لك فينستريتد كابيلاريز وساعات يكتب لك ساينوسويدال كابيلاريز. هو ايه الفرق ما بين فينستريتد وما بين الساينوسويد؟ الكلام اللي احنا خدناه في الكارديو فاسكولار. الساينوسويدال كابيلاريز ده نوع من انواع الكابيلاريز، ها بيبقى برضو السيتوبلازم بتاعه مخرم بس بيبقى حجمه اكبر من حجم الفينستريتد كابيلاريز. فهو بيكتب لك احيانا ساينوسويدال كابيلاريز لما يكون عايز يقول لك ايه، يكون عايز يقول لك ان الهرمونز اللي هو هيتفرز من الخليه ويروح على البلاد كابيلاريز الموليكولار ويت بتاعه او الوزن الجزيئي بتاعه كبير، فعشان كده بيحتاج ان هو يعدي من خلال ايه ساينوسويدال كابيلاريز، ان زي ما قلت لكم هي حجمها بيبقى اكبر من حجم الفينستريتد كابيلاريز. بس انت مفيش مشكلة لو جيت في الامتحان وكتبت بدل ساينوسويدال كابيلاري فينستريتد كابيلاريز، مفيش مشكلة لان زي ما قلت لك هي تعتبر نوع من انواع الكابيلاريز وشبه الفينستريتد بس ايه حصل شوية تغيير في ايه في الشكل بتاعها. طيب خليني اقول لك برضو ان الخلايا بتاعه البارس ديستاليس بتبقى قاعده على ارضيه من الريتيكولار فايبرز عشان تدعمها. وزي ما قلنا ان وظيفه البارس ديستاليس ان الخلايا بتاعتها بتفرز هرمونات هناخدها بعد شويه. خلينا متفقين ان الخلايا بتاعه البارس ديستاليس بتنقسم لنوعين، نوع بقول عليه كروموفيل ونوع بقول عليه كروموفوب. الكروموفيل معناه ايه؟ معناه ان هذا النوع من الخلايا بيحب الصبغه، بياخد الصبغه، فلما تيجي تبص عليه هتلاقيه ايه؟ مصبوغ اهو، لون بينك ولون ايه؟ فايلوت. ادي لون بينك ولون فايلوت. اما النوع الثاني اللي اسمه كروموفوب معناها ان هو بيكره الصبغه، يعني له قابليه ضعيفه على الصبغه، فلما تيجي تبص عليه هتلاقيه ايه، بص هتلاقي السيتوبلازم بتاعه ايه، فاتح 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 كانه كده مش مصبوغ، فهو ده اللي بيقول عليه كروموفوب. طيب هو السبب ايه؟ ايه اللي خلى النوع ده ياخد صبغه وخلى النوع الثاني ما ياخدش صبغه؟ لان شيء طبيعي النوع اللي اخد الصبغه انا متوقعه ان هو ده النوع اللي فيه السكريتوري جرانيولز اللي هي بتفرز لك مين، او اللي هي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على الهرمونز بتاعتي، الهرمونز بتاعتي، فما ان فيها السكريتوري جرانيولز فعشان كده هي حبه ايه؟ حبه الصبغه. لكن الكروموفوب فاضيه من جوه، سيتوبلازم فاضي ما فيهوش سكريتوري جرانيولز، فعشان كده قابليتها للصبغه بتبقى ايه؟ بتبقى ضعيفه. طيب عايزين نعرف دلوقتي ايه الفروقات اللي هي حاجه كده اكتبها في الامتحان واعرفها ما بين الكروموفيل والكروموفوب. اول حاجه خلينا متفقين ان الكروموفيل نسبتها بتبقى اقل، بتبقى حوالي 48% ها من الخلايا بتاعه الايه البارس ديستاليس، لكن الكروموفوب اللي هي الصغيره دي ها نسبتها اكبر حوالي 52%. طيب الكروموفيل بيبقى
حجمها ايه؟ ها بيبقى حجمها ايه؟ الكروموفيل يا شباب بيبقى زي ما انتم شايفين حجمها اكبر من حجم ايه؟ الكروموفوب، وده شيء طبيعي. هي حجمها اكبر ليه؟ عشان جواها فيه السكريتوري جرانيولز، جواها فيه السكريتوري جرانيولز، فعشان كده هي حجمها ايه؟ حجمها اكبر. مش كده وبس، كمان السيتوبلازم بتاع الكروموفيل بيبقى اغمق زي ما انتم شايفين، لان هو واخد صبغه، وبيبقى ايه؟ جرانيولر، محبحب محبحب محبحب. ليه؟ ها عشان جواه فيه السكريتوري جرانيول. لكن الكروموفوب هتلاقي السيتوبلازم ماله، هتلاقي السيتوبلازم ايه؟ فاتح ومش محبحب، لان ما فيهوش سكريتوري جرانيولز. امال السؤال، امال الكروموفوب دي ايه وظيفتها؟ بيقول لك ان الكروموفوب دي بيبقى قاعده كريزيرف. يعني ايه ريزيرف؟ يعني خلايا احتياطي، وقت الحاجه اليها ها تبتدي ان هي تغير في التركيب بتاعها وتتحول لكروموفيل، او ان هي عباره عن دي جرانيوليتد كروموفيل. يعني ايه دي جرانيوليتد كروموفيل؟ يعني كروموفيل ها جت وقامت مفضيه السكريتوري جرانيولز اللي جواها، يعني كده طلعت كل البروتين اللي جوه السكريتوري جرانيولز وما كونتش سكريتوري جرانيولز تاني، فبقول عليها دي جرانيوليتد ايه كروموفيل، فضت كل السكريتوري جرانيولز بتاعها. فلو جينا يا شباب بصينا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ادي الكروموفيلز بتاعتي وادي كروموفوب. كروموفوب اي خليه السيتوبلازم بتاعها فاتح، فاتح ها له قابليه ضعيفه للصبغه، لانه ايه؟ ها ما فيش جواه سكريتوري جرانيولز. لكن هنا ها بصوا على الكروموفيل هتلاقي ايه؟ السيتوبلازم بتاعي غامق، مصبوغ مصبوغ ومحبحب، لان جواها سكريتوري جرانيولز، فبالتالي هي ليها قابليه لايه؟ للصبغه. وخلينا نقول مع بعض ان الكروموفيل دي بتنقسم لنوعين، نوع من الخلايا بيحب الاسيدك ستين وبيتصبغ باللون البينك وبقول عليه الاسيدوفيل، ونوع تاني بيحب البيزك ستين وبيتصبغ باللون الفايلوت وبيبقى اسمه ايه؟ ها وبيبقى اسمه بيزوفيل. طب عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الاسيدوفيل والبيزوفيل، مش مجرد اللون بس، في فروقات كتيره جدا. اول حاجه يا شباب ان لو جينا بصينا على الرسمه مين عدده اكتر قدامك؟ ها اللي هو واخد اللون البينك، يبقى الاسيدوفيل عدده اكبر حوالي 37% من ايه؟ من ايه؟ ها من الخلايا بتاعت البارس ديستاليس. اما البيزوفيل بتبقى نسبتها 11% من ايه؟ من كل الخلايا بتاعت البارس ديستاليس، لان انت لو جمعت 37 و11 يدولك 48% اللي هي نسبه مين؟ ها اللي هي النسبه اللي لسه واخدينها، نسبه مين؟ الكروموفيل. اتفقنا؟ طيب يا ترى ايه نوع الهرمون اللي بتفرزه الاسيدوفيل والبيزوفيل؟ اكيد انتوا استنتجتوا لما قعدت اقول ان في جرانيولز، في جرانيولز يبقى هيبقى عباره عن بروتين، بروتين ان نيتشر، يبقى اذا الاسيدوفيل بتفرز بروتين، عشان كده هي عباره عن بروتين سكريتنج سيلز. اما البيزوفيل فبتفرز لك جلايكوبروتين، عشان كده بقول عليها انها جلايكوبروتين سكريتنج سيلز. طيب انا كده عندي في سؤالين جم في دماغي. اولا هو في فرق ما بين البروتين والجلايكوبروتين سكريتنج سيلز؟ لا والله، انت لما هتيجي تتكلم عن بروتين او جلايكوبروتين هما الاثنين تبع عائله البروتين سكريتنج سيلز، نفس المواصفات بالظبط. ها هلاقي فيها الميتوكوندريا واللاميلر كريستي، هلاقي فيها الجولجي اباريتس، هلاقي فيها السكريتوري جرانيول. يبقى ده اول سؤال انا قلت رديت عليه. تاني سؤال هتيجي تقول لي دكتوره ايمان هي دي مش بروتين او جلايكوبروتين سيكريتنج سيل، يعني المفروض بالاتش ان تي تبقى بيزوفيلك، ها صح ولا غلط؟ اه المفروض تبقى كده. امال الاسيدوفيل دي جت منين؟ هقول لك الجواب ببساطه شديده، ان انا هنا في عندي جوه الخلايا سكريتوري جرانيول، والسكريتوري جرانيولز دي يا شباب بتحتوي على بروتين، والبروتين ده بيتكون من امينو اسيد، والامينو اسيد دي في منها اسيدك وفي منها بيزك امينو اسيد، الكلام اللي خدتوه في البايوكيمستري. فاذا لو الامينو اسيد اللي بتكون هذا البروتين بتبقى اسيدك ان نيتشر، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده انها هتاخد البيزك ستين وهيبقى هذه الخلايا اسمها بيزوفيل. ولو كانت الامينو اسيد دي هتبقى بيزك ان نيتشر ها قاعديه، يبقى هتاخد الاسيدك ستين ها وهيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها اسيدوفيل. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا؟ ها فاهمين النقطة دي واتفقنا عليها عشان ما نرجعش ايه نلخبط فيها تاني، ها ونسأل نفسنا هي الاسيدوفيل دي جت منين؟ خلاص عرفنا جت منين؟ جت من السكريتوري جرانيولز اللي هي موجودة جوه ايه؟ جوه السيتوبلازم بتاع الخلية. طيب خليني اقول لك
ان انا لو جيت صبغت الخلايا دي بصبغه اسمها بيريوديك اسيد شيف، اختصارها بي اي اس، الصبغه دي بتصبغ الكربوهيدرات، فشيء طبيعي ان الاسيدوفيل اللي بتفرز بروتين ها مش هيبقى ليها قابليه لهذه الصبغه، اما البيزوفيل اللي بتفرز جلايكوبروتين فهيبقى ايه، ها هتبقى ليها قابليه لمين، للبيريوديك اسيد شيف. فعشان ما تنساهاش في الامتحان كده افتكر دايما ان ايه، بي بيزوفيل مع ايه، مع البي بوزيتيف، البي مع البي، يعني مين بقى اللي هتبقى بوزيتيف، ها البي هتبقى مين، البيزوفيل، فافتكرها كده عشان في الامتحان ما تنساهاش، البيزوفيل بي هتبقى هي البي بوزيتيف، ها عشان هي اللي بتفرز ايه، الجلايكوبروتين. اتفقنا يا شباب؟ طيب عايزين نعرف الحجم بتاع الاسيدوفيل والبيزوفيل، مين اكبر مين اكبر، تعالوا كده نبص هنلاقي ان البيزوفيل حجمها اكبر من حجم الاسيدوفيل، لكن خلي بالك السكريتوري جرانيولز ليها علاقه عكسيه. بمعنى ايه؟ ان انا عندي في الاندوكراين العلاقه العكسيه دي هتمشي معانا كتير كتير جدا. ايه العلاقه العكسيه اللي عندي هنا؟ ان بالرغم ان الاسيدوفيل حجمها اصغر ها، لكن السكريتوري جرانيولز بتاعتها اكبر، والبيزوفيل على الرغم ان حجمها اكبر ها لكن السكريتوري جرانيولز بتاعتها اصغر، والعلاقه العكسيه دي باكد تاني في الاندوكراين ماشيه معانا في حاجات كتير جدا، واحنا دلوقتي بنقول في الريفيجن هتلاقوها. فانا دلوقتي لو جيت وريتك صوره بالالكترون مايكروسكوب، تمام، ادي دي خليه ها وادي دي خليه تانيه، بص على السكريتوري جرانيولز انا حجمها ايه، صغير، بص على السكريتوري جرانيولز انا حجمها ايه، كبير. يبقى انت كده استنتجت مين الاسيدوفيل ومين البيزوفيل، اكيد هذه الخليه هتبقى الاسيدوفيل اللي حجمها اصغر، اهي حجمها اصغر لكن السكريتوري جرانيولز كبيره، اما الخليه دي كلها كده اللي حجمها كبير ها فيها السكريتوري جرانيولز ايه، حجمها اصغر. يبقى ما تنسوش العلاقه العكسيه هنا اللي ظهرت لي ما بين ايه، حجم الخليه وحجم الجرانيولز اللي جواها في الاسيدوفيل والبيزوفيل. طب يا ترى الاسيدوفيل دي ايه انواع الخلايا اللي فيها؟ انا عندي فيه نوعين، نوع بقول عليه سوماتوتروف، ها سوماتو جايه من هيكل، فدي بتفرز لك الهرمون اللي اسمه جروث هرمون، والخليه الثانيه اسمها ماموتروف جايه من ماماري جلاند، فدي اللي بتفرز لك هرمون ايه، البرولاكتين. فما تنساهاش الاسيدوفيل بتفرز ايه، سم سوماتوتروف وماموتروف. اما البيزوفيل فبتفرز عباره عن ثلاث خلايا بتفرز هرمونات مختلفه، افتكر اول حرف منها ب تي جي سي، تي جي سي تي اللي هي الثايروتروف اللي بتفرز لك هرمون اسمه ثايرويد ستيمليتنج هرمون اللي بيشتغل على الثايرويد جلاند. الخليه الثانيه اللي اسمها الجونادوتروف، ودي اللي بتفرز لك الهرمونات اللي اسمها الاف اس اتش والال اتش واللي هندرسها ان شاء الله في الريبرودكتيف سيستم واللي بتشتغل على التستس والاوفرز. وتالت خليه اسمها كورتيكوتروف، ودي اللي بتفرز هرمون اسمه ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي هو بيشتغل على الادرينال ايه، الادرينال جلاند. اتفقنا يا شباب؟ طب لو جالك في الامتحان وسألك What are Erdheim cells؟ ايه الإرضهايم سيلز دي؟ إرضهايم سيلز دي عبارة عن الخلايا بتاعت الماموتروف اللي هو اللي زي ما قلنا النوع من أنواع الأسيدوفيل. الماموتروف دي أثناء البريجنانسي الحمل واللاكتيشن الرضاعة بيحصل إن السكريتوري جرانيولز بتاعتها بتزيد في الحجم وفي العدد، فبتكبر ايه؟ بتكبر الخليه، وهي ليه بتزيد في الحجم والعدد؟ عشان تزود السكريشن بتاع مين؟ بتاع البرولاكتين اللي انا محتاجاه اثناء ايه؟ اثناء اللاكتيشن. ففي الحاله دي بتتسمى الخلايا الماموتروف دي بريجنانسي سيل او ارضهايم سيلز على اسم العالم اللي اكتشفها. يبقى لما اقول لك يعني ايه ارضهايم سيلز هتقول له عباره عن ايه؟ عباره عن الماموتروف during pregnancy and lactation اللي فيها بيحصل ان السكريتوري جرانيولز بتنكريز ان سايز وايه؟ والنمبر. بس خلي بالك بمجرد ان الرضاعه دي ما بتنتهي بيجي اللايزوزوم وياكل السكريتوري جرانيولز الزياده دي ها، ويرجع ايه، وترجع الخليه مره تانية لايه، لحجمها الطبيعي. والعمليه دي بسميها كراينوفاجي، ودي من الحاجات المهمه برضو اللي بتسال عليها، يعني ايه كراينوفاجي؟ فاجي يعني اكله، وكراينو يعني سكريشن. يعني اللي حصل هنا ان بعد ما الساكلينج ترمينيتد انتهى اللايزوزوم هيجي ياكلها يتخلص من الاكسس سكريتوري جرانيولز اللي جوه مين، اللي جوه الارضهايم سيلز دي، فترجع الخليه لحجمها الطبيعي مره ايه، مره اخرى. اتفقنا يا شباب؟ كده احنا خلصنا البارس ديستاليس، ونروح على تاني جزء عندنا في الانتيريور لوب اللي هو عباره عن البارس تيوبراليس. وزي ما قلنا ان البارس تيوبراليس ده جزء عامل زي لياقه القميص اللي محوطه العنق.
البارس تيوبرالز ده الحاجات اللي بتميزه ان انت لما بتيجي تبص عليه بتلاقيه هايلي فاسكولار، في كميه بلاد فيسلز كتيره جدا. البلاد فيسلز دي بتمثل جزء من الهايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن، واللي مسؤوله عن نقل الهرمونات اللي بتتصنع في الهايبوثالاموس وبتروح على الانتيريور بيتيوتري عشان تعمل ريجوليشن للسكريشن بتاعت الهرمونز بتاعتها. خليني اقول لك كمان ان الخلايا بتاعت البارس تيوبراليس برضو بتبقى مترصصه على شكل ايه؟ الحبال اللي احنا قلنا عليها. طيب الخلايا دي بتبقى عباره عن ايه؟ خليني اقول لك ان الخلايا دي وجد انها بتتفاعل مع الاجسام المضاده ضد الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون والاف اس اتش والال اتش، عشان كده اعتبروا الخلايا بتاعت البارس تيوبراليس انها كورتيكوتروف وجونادوتروف، زي مين؟ زي بتوع البيزوفيل. وتالت او اخر جزء عندنا في الانتيريور لوب اللي هو عباره عن البارس انترميديا. وخليني اقول لك ان البارس انترميديا ده بيبقى رودمنتري في الهيومن، يعني ايه؟ يعني بيحصل له ضمور في الاسبوع ال 15 وانت جنين. طيب الجزء ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من خلايا بتبقى مترصصه على شكل فوليكل، وقلنا فوليكل يعني ايه؟ يعني مجموعه من الخلايا قاعده على بيزا لامينه ومحوطه تجويف. التجويف ده بيحتوي على ماده بتبقى بامبي متجانسه، بقول عليها كولويد، ونفس الماده دي هناخدها بعد كده مع الثايرويد جلاند. والكولويد ده لحد هذه اللحظه لسه مش معروف الطبيعه بتاعته. خليني اقول لك ان هذه الفوليكلز بتعتبر بقايا من الراثكس باوتش، من الراثكس باوتش. طب يا ترى ايه وظيفه هذه الخلايا اللي موجوده في الفوليكل؟ زي ما هو مكتوب وقلنا ان هي عباره عن نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني ملهاش وظيفه محدده، بمعنى ان الخلايا دي بتفرز هرمون اسمه ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، وهذا الهرمون من اسمه بيعمل ستيميوليشن للميلانوسايت اللي موجوده في السكين عشان تفرز الميلانين. الهرمون ده وظيفته في بعض الفصائل زي مثلا الفروجز الضفادع بيبقى واضح جدا جدا، او التاثير بتاعه بيبقى واضح، لكن في البني ادمين في الاحوال الطبيعيه هذا الهرمون بيتفرز بكميه قليله جدا، وتاثيره على الميلانوسايت بيكون قليل او غير موجود. اتفقنا يا شباب؟ ونروح مع بعض لاخر جزء عندنا في البيتيوتري جلاند، الا وهي البوستيريور بيتيوتري. وخلينا نبتدي باول جزء واكبر جزء عندنا اللي هو البارس نيرفوزا. ها، والبارس نيرفوزا ده بيتكون من اربع حاجات تحفظهم زي اسمك. ايه هم الاربع حاجات دي؟ اول حاجه ان هو بيحتوي على اكزونز بتاعه خلايا عصبيه. الاكزونز دي بتبقى ان مايلينيتد، ملهاش ايه؟ ملهاش مايلين. الاكزونز دي يا ترى بتاعت مين؟ بتاعه خلايا عصبيه السيل بودي بتاعتها موجوده في منطقه في الهايبوثالاموس اسمها السوبرا اوبتيك والبارا فينتريكولار نيوكلياي. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني انا في منطقه عندي في الهايبوثالاموس اسمها السوبرا اوبتيك والبارا فينتريكولار اريا. كلمه نيوكلياي دي معناها ايه؟ نيوكلياي دي هناخدها في السي ان اس، معناها مش نيوكليس بتاعت خليه، لا، معناها ان انا عندي فيه مجموعه من السيل بوديز بتاعت النيورون موجودين في نفس المكان في السي ان اس، وليهم نفس الوظيفه، وليهم نفس الوظيفه اللي هي وظيفتهم ان هي هنا هتفرز لك ايه؟ هرمونز اللي انا بقول عليه النيورو سكريشن اللي هناخده بعد شويه. يبقى اذا يا شباب انا عندي السيل بودي بتاعت النيورون دي موجوده في الهايبوثالامس، والاكزون بيطلع منها وينزل يمشي 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 لحد ما يوصل لمين؟ للبارس نيرفوزا. فالاكزونز ده بيعمل لي حاجه اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت يعني اكزونز ماشي من الهايبوثالامس لحد ايه؟ لحد البوستيريور بيتيوتري. هذه الاكزونز ها ايه فايدتها؟ بتعمل ايه؟ هي دي اللي بتنقل السكريشن اللي هو اتصنع فين؟ في السيل بودي بتاعه هذه النيورون. هذه السكريشن بيتصنع ويتعبى في سكريتوري جرانيول وينتقل الونج الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، الونج هذه الاكزون، ها لمين؟ ها يمشي 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 لحد ما يوصل للبوستيريور بيتيوتري ويتجمع في اخر جزء من الاكزون، ها اخر جزء اللي انا ايه؟ اللي انا بقول عليه الهيرنج بوديز. الهيرنج بوديز، فاذا الهيرنج بوديز ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الجزء ايه؟ اخر جزء من الاكزون اللي بيبقى دايليتد، بيبقى كده منفوخ. منفوخ ليه؟ ها عشان يتجمع فيه
السكريتوري جرانيولز. الجزء ده لما اجي ابص عليه واشوفه هلاقيه ايه؟ هلاقيه عباره عن اجسام بيبقى لونها ايه؟ بامبي متجانس، بامبي متجانس. وهي ليه لونها بامبي؟ عشان اي اكزون في الدنيا يا شباب لونه بامبي نتيجه لوجود الميتوكوندريا، فنهايه الاكزون اكيد برضو هيبقى لونها ايه؟ هيبقى لونها بامبي. فاذا لما يقول لك ايه هي الهيرنج بوديز هتقول له دي عباره عن اجسام بتبقى ايه؟ بتبقى اسيدوفيليك وهوموجينس، بامبي متجانسه، عباره عن ايه؟ عباره عن تجمع للايه؟ للنيورو سكريتوري جرانيولز في ايه؟ في النهايه الدايليتد بتاعت ايه؟ بتاعت الاكزونز بتاعت الخلايا العصبيه اللي موجوده في الهايبوثالامس. واحنا زي ما اخذنا قبل كده ان اي اكزونز في الدنيا محتاج خليه تدعمه، خليه تدعمه. الخليه الداعمه هنا هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها بيتوي سايت نسبه لايه؟ للبيتيوتري. واخدنا قبل كده في النيرفس تيشو ان البيتوي سايت دي عباره عنها نيورو جلايال سيل، خليه داعمه لكنها موديفايد، يعني حصل فيها تعديل في التركيب بتاعها. البيتوي سايت دي بتبقى خليه وظيفتها انها تدعم لك الاكزون، انها تغذي لك الاكزون، انها تفصل لك الاكزون عن ايه؟ عن اللي حواليه. واخر حاجه عندي اكيد متوقعه ان طالما في هنا عندي في هذا الجزء هرمون موجود في الاكزون يبقى لازم الهرمون ده محتاج ايه؟ محتاج بلاد كابيلاريز عشان ايه؟ ها عشان يجي ويطلع عليه. فاذا هلاقي هنا في فينستريتد ايه؟ بلاد كابيلاريز. يبقى لما اجي اسالك ايه وظيفه البارس نيرفوزا؟ هتقول لي ايه؟ ان ده المكان اللي بيتخزن فيه النيورو سكريشن ها وبيطلع على البلاد كابيلرز، يعني ده مكان ايه؟ تخزين وصعود للهرمون وليس مكان تكوين للهرمون، لان الهرمونز دي بتتكون فين يا شباب؟ بتتكون في السيل بودي ها اللي موجوده فين؟ في الهايبوثالاموس. لكن مكان التخزين هيبقى ايه؟ ومكان الريليس فين؟ هيبقى عباره عن البارس نيرفوزا. النيورو سكريشنز دي عبارة عن تو هرمونز، واحد اسمه الأوكسيتوسين اللي هو بيعمل كونتراكشن للسموث ماسل بتاعت اليوترس والماماري جلاند، والفازوبريسين أو الأنتي دايوريتيك هرمون اللي هو إيه؟ اللي بيعمل ستيميوليشن للري أبزوربشن الووتر من الكدني عشان يعمل لك إيه؟ كونسنتريتد يورين أو يورين مركز. يبقى خلي بالك من الحتة دي تتسأل فيها ويجي يوقعك. البارس نيرفوزا ده عبارة عن السايد أوف سنسز أوف نيورو سكريشن ها؟ ها هتقول له ايه؟ لا حاشا وكلا والف اسم الله، لا it is the site of storage and release of the neurosecretion. اتفقنا شباب؟ وتاني جزء عندنا من posterior pituitary اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن هذا العنق اللي اسمه الانفانديبولار ستوك ها اللي هو بيعلق لك البيتيوتري جلاند في مين؟ ها في الهايبوثالاموس. واخر جزء عندي عباره عن الميديان امينس، وده جزء كده عامل زي القمع كده بالظبط قمع، وده عباره عن ايه؟ ها اكستنشن او امتداد لمين؟ للهايبوثالاموس. اتفقنا شباب؟ ونروح بعد كده على تاني جلاند عندنا الا وهي الثايرويد جلاند. وخليني اقول لك ان الثايرويد جلاند دي من الجلاند اللي ليها حاجه اسمها ستروما وحاجه اسمها بارينكما. يعني ايه ستروما ويعني ايه بارينكما؟ ستروما معناها الهيكل من الكونكتيف تيشو اللي بيحوطها وبيدعمها. اما البارينكما فدي عباره عن الخلايا اللي بتقوم بالوظيفه واللي بتبقى متحوطه بمجموعه محترمه من البلاد كابيلاريز. طيب تعالوا نشوف الهيكل بتاع الكونكتيف تيشو هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكبسول، والكبسول هنا في الثايرويد بيبقى عباره عن اتنين كبسول. الكبسول الخارجي ده عباره عن الكبسول اللي ما بينها وما بين التراكيه اللي انتوا خدتوه في الاناتومي اسمه بريتراكيال فيشيا. اما الكبسول الداخلي وهو اللي يهمني ده بقى، ده عباره عن الكبسول الحقيقيه اللي هي ايه؟ اللي هي بتحوط لك الثايرويد جلاند وبتدعمها. واللي بيخرج من هذه الكبسول كونكتيف تيشو سبته فواصل كده بتبقى ايه؟ بتبقى شايله البلاد فيسلز. خليني اقول لك ان الخلايا بتاعتي بتاعت البارينكما بتبقى قاعده على سجاده من الريتيكولار فايبرز اللي هي بتعمل ايه السجاده دي؟ اللي هي بتدعم لك الايه؟ البارينكما بتاعت الثايرويد جلاند. طب البارينكما اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الخلايا بتاعتي اللي هي مترصصه هنا على شكل ايه؟ فوليكلز. واحنا قلنا قبل كده فوليكلز مع البارس انترميديا معناها مجموعه من الخلايا قاعده على بيزا اللامينا ومحوطه لك تجويف. التجويف ده بيحتوي على ماده اسمها الكولويد واللي بتعتبر البريكيرسر او المصدر بتاع ايه؟ بتاع الثايرويد هرمون. وزي اي
اندوكراين جلاندز في الدنيا، هلاقي ان الفوليكلز دي هتبقى متحوطه متحوطه بايه على عينها، فينستريتد بلاد كابيلاريز. ايه اللي هيطلع عليها؟ ايه اللي هيطلع عليها؟ الهرمونز. خليني اقول لك برضو ان الفوليكلز بتاعتي بتبقى متبطنه بخلايا بيبقى شكلها كيوبويدال زي المربع، عباره عن نوعين، نوع بقول عليه الفوليكولار سيلز ونوع تاني بقول عليه البارا فوليكولار سيلز. يبقى اذا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الفوليكولار وما بين البارا فوليكولار سيلز. خلينا نبقى متفقين ان الفوليكولار سيلز دي هي دي النوع الاساسي اللي هو بيفرز لك الثايرويد هرمونز اللي هو عباره عن التي 3 والتي 4. طيب والفوليكولار سيلز دي بيبقى حجمها ايه؟ اول لو جيت شفتها هتبقى خليه بيبقى حجمها صغير، لكن اكيد هي عددها بيبقى ايه؟ بيبقى الاكتر، لان هي دي اللي بتفرز لك الثايرويد هرمونز. الخليه دي بتبقى جايه قاعده على بيزا اللامينا واصله لك لحد التجويف بتاع ايه؟ بتاع الفوليكل بتاعتي. طيب السيتوبلازم بتاعت الخليه دي بيبقى لونه ايه؟ نفكر مع بعض. هي الخليه دي بتفرز ايه؟ بتفرز ثايرويد هرمونز، والثايرويد هرمونز ده عباره عن ايه؟ تبع انهي مجموعه؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيروزين دريفاتيف اللي انا بقول عليه المونو امينز، وسواء كان هرمون بيبقى مونو امينز او بولي بيبتايدز او بروتين، فكله بيقع تحت عيله ايه؟ البروتين سيكريتنج سيلز. فعشان هو بروتين سيكريتنج سيلز فهلاقي ان السيتوبلازم بتاعها بيبقى بيزوفيليك نتيجه لوجود مجموعه محترمه من الايه؟ الراف اندوبلازميك ريتيكولم اللي هتصنع لك هذا البروتين. ومش راف اندوبلازميك ريتيكولم وبس، ده كمان هلاقي فيه هنا ايه؟ جولجي اباريتس اللي هيعمل لك ايه؟ اللي هيعدل لك في هذا البروتين ويعبي بقولك في ايه؟ في سيكريتوري فيزيكلز. وخلي بالك السيكريتوري فيزيكلز دي مش هي نفسها السيكريتوري جرانيولز، مش تقول لي فيزيكلز وجرانيولز واحده، لا ده ممكن يوقعك في الامتحان ويقول لك ان الفوليكولار سيل تحتوي على سيكريتوري جرانيولز، تقوم انت قاعد كده بالظبط كده تقع زي الدروب شقاء وتقول صح. لا هي غلط، لان السيكريتوري فيزيكلز يا شباب حاجه والسيكريتوري جرانيولز حاجه ثانيه. احمد مش زي الحاج احمد. سيكريتوري فيزيكلز يعني ايه؟ يعني تحتوي على بروتين، ها هيجي كده يبقى طالع من الجولجي اباريتس ويحصل له ايه؟ ريليز على بره مباشره، هيطلع بره الخليه مباشره من غير ما يتخزن. لكن البروتين اللي بيتخزن جوه الخليه لحد ما تجي له اشاره فبيتخزن في سيكريتوري جرانيولز. ففي فرق كبير ما بين الفيزيكل والجرانيولز. فاذا انا عندي في الفوليكولار سيل ما عنديش سيكريتوري جرانيول، عندي فيه سيكريتوري فيزيكل اللي هي ايه؟ اللي هيتعبى جواها البروتين بتاعي، ها وهيقوم طالع مباشره بره الخليه، بره الخليه. البروتين طبعا ده اللي هو مين؟ اللي هو عباره عن الثايروجلوبولين، الثايروجلوبولين اللي هو عباره عن المصدر، ها بتاع مين؟ بتاع الثايرويد هرمونز. طيب هتلاقي ايه جوه الخليه كمان؟ هتلاقي فيه كميه محترمه من اللايزوزوم اللي احنا زي ما اخدنا في خطوات تكوين الثيرويد هرمون، هو ده اللي بيحلل الكولويد بتاعي علشان ايه؟ عشان يعمل ريليز للتي 3 والتي 4. طيب عايزين نعرف السكريشن بتاعي، السكريشن اللي بيطلعه الفوليكولار سيل ده بيتخزن فين؟ ما احنا قلنا ان مفيش جوه سكريتوري جرانيولز علشان ايه؟ تخزن لي إيه هذا البروتين. امال بيتخزن فين؟ بيتخزن بره الخليه، بره الخليه في اليومن على شكل ايه؟ كولويد. وده اللي بيخلي لي الثايرويد جلاند انها يونيك، يونيك يعني حاجه كده ايه؟ حاجه لوحدها كده، الجلاند الوحيده اللي فيها السكريشن بيتخزن بره الخليه وليس جوه الخليه، وليس جوه ايه؟ جوه الخليه. طب تعالى على النوع الثاني من الخلايا اللي هو عباره عن البارافوليكولار سيل، او اللي بتسمى كلير سيل او سي سيل. في الواقع ان هي اتسمت كلير سيل علشان هي خليه بتبان لونها ايه؟ لونها فاتح، فاتح، عشان كده اتسمت كلير سيل وهنعرف ليه هي لونها فاتح. طب يا ترى البارافوليكولار سيل دي بيبقى حجمها ايه؟ والله البارافوليكولار سيل دي بيبقى حجمها اكبر من حجم الفوليكولار سيل، لكن عددها بيبقى ايه؟ عددها بيبقى اقل من الفوليكولار سيل. زي ما قلت لكم افتكروا العلاقه العكسيه اللي ماشيه معانا كتير جدا في الاندوكراين، يعني الفوليكولار سيل بتبقى خليه عددها اكتر لكن حجمها اصغر، البارافوليكولار عددها اقل لكن حجمها ايه؟ حجمها اكبر. طيب يا ترى الخليه دي بيبقى شكلها ايه؟ الخليه دي يا شباب بتبقى قاعده على بيزا اللامينه، لكن الجزء العلوي منها مش واصل لحد اليومن بتاع الفوليكل. طب هو انا محتاجه انها توصل اليوم بتاع الفوليكل في حاجه؟ انا لا مش محتاجه. ليه مش محتاجه؟
لان الخليه دي يا شباب بتصنع بروتين، البروتين ده بيتخزن جوه سكريتوري جرانيول. السكريتوري جرانيولز دي بتطلع البروتين بتاعها على ايه؟ على البلاد كابيلاريز اللي محوطه لك الفوليكل. فعشان كده هي مش محتاجه اليومن في حاجه، مش هتطلع عليه حاجه، لكن هي محتاجه لمين؟ للبلاد كابيلاريز. فعشان كده هي ما بتوصلش لمين؟ ما بتوصلش لليومن. طب تعالى شوف لون السيتوبلازم بتاعي، هتلاقيه ايه؟ ها هتلاقيه بيل بيزوفيليك. ليه؟ نفكر مع بعض. هي الخلية دي بتصنع ايه؟ بتصنع هرمون اسمه كالسيتونين، اللي هو بيقلل البلاد كالسيوم ليفل. والكالسيتونين ده عبارة عنها بيبتايد، بيبتايد. فاذا انا متوقع ان السيتوبلازم بتاعي هيبقى فيها راف اندوبلازميك ريتيكولم، فنتيجه لكده هتبقى ايه؟ بيزوفيليك. لكنها ليه بيل بيزوفيليك؟ ليه بيل بيزوفيليك؟ علشان ايه؟ عشان دي واحده من الخلايا اللي بقول عليهم الاي بي يو دي سيل اللي هناخدهم بعد شويه، اللي هم بيصنعوا لك ويفرزوا لك الهرمون ات سلو ريت، بمعدل بطيء. فعشان كده المكن بتاع تصنيع البروتين بيبقى ايه؟ كميته بتبقى متوسطه moderate in amount، وده اللي بيخلي لي السيتوبلازم بتاعي بيل بيزوفيليك، عشان كده اتسمت ايه؟ اتسمت كلير سيل. يبقى اذا يا شباب انا هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عادي المكن اللي بيصنع مين؟ اللي بيصنع الهرمون بتاعي البروتين. هلاقي فيه راف اندوبلازم ريتيكولم، هلاقي فيه جولجي اباريتس، هلاقي فيه هنا ايه؟ السكريتوري جرانيولز اللي هتخزن البروتين. لكن خلي بالك من حاجه مهمه قوي، زي ما قلنا ان الاورجانيلز كميتها متوسطه. تاني حاجه ان انت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الجولجي اباريتس والسكريتوري جرانيولز موجودين ايه؟ موجودين في البيزال بارت بتاع الخليه. بمعنى ان انا بقول الجولجي هنا بيبقى انفرانيوكلير، يعني موجود تحت النواه. ليه تحت النواه؟ لان هو الجولجي اللي بيعمل لي السكريتوري جرانيولز، والسكريتوري جرانيولز انا محتاجاها في الجزء ايه؟ في الجزء البيزال من الخليه، عشان تبقى مواجهه للبلاد كابيلاريز اللي هتطلع عليها. فعلشان كده بقول ان الجولجي بيبقى انفرانيوكلير، وايه؟ والسكريتوري جرانيولز بتبقى ايه؟ بتبقى بيزال، موجوده في البيزال بارت بتاع ايه؟ بتاع الخليه. طيب هنا السكريشن بتاعي هيبقى متخزن فين؟ هيبقى متخزن جوه الخليه، جوه السكريتور جانيول، لحد ما تجيلي اشاره يقوم طالع على السكريشن على ايه؟ على البلاد ايه؟ على البلاد كابيلاريز. اتفقنا يا شباب؟ طيب اذا السؤال المهم قوي اللي بنتساله، ازاي الفوليكولار سيل بتتكيف للوظيفه بتاعتها، الا وهي افراز مين؟ افراز التي 3 والتي 4. وزي ما قلنا لما يسالني السؤال ده يبقى على طول اجيب الالترا ستراكشر بتاع ايه؟ هذه الخليه. يبقى اذا زي ما قلنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في البيزال بارت بتاع الخليه، ها في الجزء اللي من تحت، هتلاقي فيه كميه من الراف اندوبلازميك ريتيكولم. ليه؟ لان ده اللي هيصنع لك البروتين بارت بتاع الثايروجلوبولين بتاعي. هتلاقي ان في الجزء العلوي في من الخليه هتلاقي فيه الجولجي اباريتس. هنا الجولجي بقول عليه بقى ايه؟ سوبرا نيوكلير، يعني انا هيبقى فين؟ فوق النواه، مش تحت النواه زي بتاعه مين؟ زي بتاعه البارافوليكولار سيل. وهو الجولجي ده ها بيبقى وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيجي يحط لك كربوهيدرات على الثايروجلوبولين. الثايروجلوبولين ده عباره عن جلايكوبروتين، وبعدين يقوم جاي معبي لك الثايروجلوبولين دي في الحويصلات اللي قلنا عليها، اللي هي قلنا عليها مين؟ السكريتوري فيزيكل، اللي هي هتحتوي على الثايروجلوبولين، وتقوم جايه السكريتوري فيزيكل تعمل فيوجن مع الابيكال سيل ميمبرين بتاع الخليه، وتطلع السكريشن بتاعها اللي هو الثايروجلوبولين على اليومن بتاع ايه؟ بتاع الفوليكل. طيب تعالى نشوف هلاقي ايه كمان في الجزء العلوي من الخليه. هتلاقي فيه هنا ايه؟ هتلاقي فيه مايكروفيلاي. ايه فايده المايكروفيلاي دي؟ زي اي مايكروفيلاي هتزود السيرفيس اريا، مساحه السطح الايه؟ لكذا حاجه، للسكريشن بتاع الثايروجلوبولين من السكريتوري فيزيكل، للانزيم اللي اسمه بيروكسيديز انزيم، واللي موجود على المايكروفيلاي، واللي من وظيفته ان هو بيعمل اوكسيديشن للايودايد انتو ايودين، زي ما احنا خدنا في مراحل تكوين الايه؟ الثايرويد هرمون. هيزود السيرفيس اريا كمان عشان لما يجي يحصل اندوسايتوزس للكولويد اللي هو موجود في اليومن، ها ويدخله جوه ايه؟ الخليه. و اخر حاجه عندي هلاقي كمان في الخليه في الجزء العلوي، هلاقي في الاندوسايتوتيك فيزيكل اللي هي عباره عن الحويصلات اللي بتحتوي على الكولويد اللي دخل جوه الخليه، هلاقي فيه كميه محترمه من اللايزوزوم، واللي فايدته ان هو هيجي ياخد الكولويد ده ها ويقوم جاي محلله عشان يعمل ريليز لمين؟ للتي 3 والتي 4.
يبقى اذا يا شباب كل جزء من الخليه هكيف نفسه لايه؟ للحاجه اللي هيعملها. الجزء البيزل في الرف اندوبلازمك ريتيكولم، الجزء العلوي هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه الجولجي اللي هيديني السكريتوري فيزيكل اللي هتطلع و و وتديني الثايروجلوبولين او تفرزه بره ايه؟ بره الخليه على ايه؟ اليومن بتاع الفوليكل. هلاقي فيه مايكروفيلاي تزود لي مساحه السطح، هلاقي فيه هنا ايه؟ الاندوسايتوتيك فيزيكل اللي هتاخد الكولويد وتدخله، وهلاقي فيه ايه؟ اللايزوزوم اللي هيحلل لي الكولويد ويطلع لي التي 3 والتي 4. طيب السؤال الثاني، ازاي البارافوليكولار سيل بقى بتادبت الوظيفه بتاعتها؟ الا وهي ان هي بتفرز لك الكالسيتونين، لكن ات اي سلو ريت، سلو ريت. فعشان كده بقول انها بولي بيبتايد سيكريتنج سيل، فيها الاورجانيلز اللي احنا عارفينها بتاعتنا اللي هي عباره عن الراف اندوبلازميك ريتيكولم، الجولجي، السكريتوري جرانيولز. لكن خد بالك ان كميه الاورجانيلز هنا متوسطه لانها واحده من الاي بي يو جي سيل. خلي بالك كمان ان الجولجي بتاعي بيبقى تحت النواه مش فوق النواه. ليه؟ عشان يدينا السكريتوري جرانيولز بتاعتي اللي موجوده في البيزال بارت بتاعت الخليه، ها، واللي بتبقى قاعده متوجهه ناحيه ايه؟ البلاد كابيلاريز اللي موجود ايه حوالين الفوليكل. اتفقنا يا شباب؟ طيب لما يجي يسالك في الامتحان امال ايه الانترفوليكولار سيلز دي؟ هل دي نوع ثالث من انواع الخلايا اللي موجوده في الثايرويد جلاند؟ لا والله ده مش نوع ثالث. امال دي عباره عن ايه؟ دي عباره يا شباب عن الفوليكولار او البارافوليكولار سيل اللي بتبطن الايه؟ الفوليكل بتاعتي. بس انا لو جيت قطعت مقطع جه المقطع بتاعي عند المماس بتاعت الفوليكل، يعني المماس كده زي ما انا ماشيه بالسهم، فاللي بيحصل ان الفوليكولار والبارافوليكولار سيل بتظهر متجمعه مع بعض كده في تجمع ما بين الفوليكلز وبعضها. اسمي هذا التجمع انترفوليكولار سيلز. يبقى اذا ميجي يسالني هل الانترفوليكولار ده نوع منفصل؟ لا ده مش نوع منفصل، هو عباره عن الفوليكولار والبارافوليكولار بس ظهر كتجمع كده بهذا المنظر ما بين الفوليكل نتيجه ان انا جيت قطعت الفوليكل عند ايه؟ عند المماس. اتفقنا يا شباب؟ طيب نروح بعد كده على الجلاند اللي عندنا اللي هي عباره عن الباراثيرويد جلاند. وزي الثيرويد جلاند بتتكون برضو من ستروما وبارينكما، من ايه؟ هيكل من الكونكتيف تيشو بيدعمها، ومن ايه؟ بارينكما، خلايا بتقوم بالوظيفه بتاعتها. طيب الاستروما عندي عباره عن ايه؟ نفس الكلام بالظبط، عباره عن كونكتيف تيشو كبسول اللي هي ما هي الا عباره عن الكبسول بتاعت ايه؟ الثيرويد جلاند. يعني الكبسول بتاعت الثيرويد، ها، بتحوط لك الثيرويد ومين؟ والباراثيرويد جلاند. يعني ادي الثيرويد وادي الباراثيرويد، ادي الكبسول بتاعت الثيرويد جلاند، وبما ان الباراثيرويد لازقه في الثيرويد فاذا الكبسول دي هي كمان ايه؟ بتحوط لك الثيرويد جلاند. انا اسفه، الباراثيرويد جلاند. وبيطلع من هذه الكبسول ايه؟ ها، بيطلع منها سته فواصل شايله البلاد فيسل. كمان هتلاقي فيه شبكه من الريتيكولار فايبرز فرشالك الارضيه بتاعت الباراثيرويد عشان تدعم لك الخلايا بتاعت الايه؟ البارينكيما بتاعتي اللي بتقوم بالوظيفه. يا ترى الخلايا هنا مترصصه على شكل ايه؟ نرجع تاني مرجانا نفس الكلام، ان هي بتتكون من كوردز، كوردز مجموعات من الخلايا، الخلايا البوليجونه المضلعه اللي بتبقى متحوطه بشبكه محترمه من الفينستريتد بلاد كابيلاريز زي اي اندوكراين سيل عشان تطلع عليها ايه؟ الهرمونز بتاعتها. طب يا ترى ايه انواع الخلايا اللي موجوده عندي في الباراثيرويد جلاند؟ انا عندي فيه نوعين. النوع الاساسي اللي هو الشيف سيل، من اسمه ده الاساسي، اللي هو وظيفته ان هو بيفرز الباراثيرويد هرمون، اللي هو ايه؟ الباراثيرويد هرمون اللي بيزود لك البلاد كالسيوم ليفل. ونوع تاني اسمه اوكسفيل سيل. طب النوع الاساسي اللي هو الشيف سيل وضعه ايه؟ النوع ده يا شباب لو جيت شفت الخليه هلاقي ان حجمها صغير، لكن اكيد هي دي عددها الاكتر، لان دي الخليه الاساسيه اللي بتفرز الباراثيرويد. شايفين برضو العلاقه العكسيه؟ ها، عدد اكتر لكن ايه؟ لكن حجم بيبقى اصغر. الخليه دي لما اجي اشوفها هلاقي ان السيتوبلازم بتاعها بيبقى ايه؟ بص كده، فاتح فاتح. وليه فاتح؟ نتيجة إن الخلية دي بتجمع جواها جلايكوجين وليبيد، وتجميع الجلايكوجين وليبيد جوا أي خلية زي ما قلت قبل كده علامة إن الخلية دي بتعجز بسرعة. وهي فعلا بتعجز بسرعة؟ آه بتعجز بسرعة زي ما هنشوف بعد شوية. خليني اقول لك برضو ان الشيف سيل دي واحده من الاي بي يو جي سيل، الخلايا اللي بتصنع لك ايه؟ ها، اللي بتصنع لك الهرمون، ها، وتفرزه لك ات سلو ريت. فعشان كده بيبقى جواها الاورجانيلز اللي بتصنع لك هذا الهرمون، اللي هو الهرمون ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيبتايد هرمونز. فهيبقى جواها راف اندوبلازميك ريتيكولم، هيبقى جواها جولجي، هيبقى جواها ميتوكوندريا، بس بكميه متوسطه، بكميه متوسطه. طب النواه بتاعتها وضعها ايه؟ نواه كبيره وفاتحه لانها خليه نشطه بتكون ايه؟ بتكون البيبتايد هرمون. طيب
تعالوا نشوف مع بعض الرف اندوبلازميك ريتيكولم كميته بالنسبه للخليه التانيه ايه؟ هتبقى كميه اكتر بالنسبه للخليه التانيه. انت واخد لي بالك؟ انا مش بقارن بالنسبه للخلايا بتفرز بروتين، لا بقارن بالنسبه للخليه التانيه، هلاقي كميته بتبقى اكتر، لان الخليه التانيه زي ما هنشوف بعد كده ملهاش وظيفه محدده، مش بتفرز حاجه. طيب الميتوكوندريا وضعها ايه بالمقارنه بالخليه التانيه؟ هي اقل، لان زي ما هنشوف بعد كده ان الخليه التانيه دي كميه الميتوكوندريا فيها بتبقى كتيره جدا جدا، عشان كده الخليه دي اتسمت اوكسيفيل سيل. وكلمه اوكسيفيل سيل معناها ايه؟ معناها انها بتحب الاوكسي، اوكسي جايه من ايه؟ اوكسي اللي هم الاسيديك ستين، انها بتحب الاسيديك ستين. ليه بتحب الاسيديك ستين؟ ليه؟ عشان هي فيها كميه محترمه من الميتوكوندريا، وهنعرف بعد شويه تفاصيل هذه الخليه. يبقى اذا يا شباب الاوكسيفيل سيل دي لما اجي ابص عليها هلاقيها ايه؟ هلاقي انها خليه كبيره في الحجم، لكنها اقل في العدد، العلاقه العكسيه اللي احنا قلنا عليها، لان وظيفتها لحد دلوقتي غير معروفه. بص على السيتوبلازم، انا قلت ان هو الخليه بتحب الاسيدك ستين، فهتلاقيه ديب اسيدوفيليك، يعني اسيدوفيليك ايه؟ غامق، زي ما بسميها دايما فراولايت الهيستولوجي، انتوا عندكم زي ما قلنا اتنين فراولايت هيستولوجي، الاوكسفيل سيل واحده وواحده تانيه هتاخدوها في الاستومك اسمها الاوكزنتك سيل، الاتنين بيبقوا ايه؟ بيبقوا ديب اسيدوفيليك، غامق. وهي ليه اسيدوفيليك غامق؟ ليه؟ لان السيتوبلازم بتاعها مليان على عينه، بالميتوكوندريا. عمرك ما هتشوف هذا المنظر من الميتوكوندريا في اي خليه زي ما هتشوفه في الاوكسيفيل سيل، بالرغم كده ان لحد دلوقتي وظيفه هذه الخليه مش معروفه، وظيفه الميتوكوندريا الكتير دي مش معروفه، مش كده وبس، دي كمان النيوكليس بتاعتها بتبقى صغيره وغامقه، وده دليل على ان الخليه دي ايه؟ خليه غير نشطه، ما بتصنعش ايه؟ حاجه معينه. لكن اكيد اكيد زي ما قلت قبل كده ان ربنا ما بيخلقش الحاجه هباء، واكيد ان في سر هيكتشف بعد كده وراء وظيفه هذه الاوكسيفيل سيل. اتفقنا شباب؟ طيب عايزين نعرف يا ترى الباراثايرويد جلاند دي مع السن هل بيحصل فيها تغيرات؟ بيحصل فيها تغيرات جامده جدا. ايه هي؟ ان الشيف سيلز اللي انا قلت لكم بيبقى جواها في جلايكوجين وليبيد، بيبتدي الليبيد دروبليت يزيد جدا جدا، وتبتدي الشيف سيل تتحول تدريجيا لفات سيلز، لدرجه ان الفات سيل دي بتمثل 50% من الجلاند، يعني 50% من الجلاند عباره عن ايه؟ عباره عن فات سيل. ومش كده وبس، ده كمان عدد الاوكسيفيل سيل بيبتدي ان هو يزيد، وبيزيد ليه؟ يا ترى بيزيد؟ عشان خاطر ايه؟ عشان بيقول لك ان الشيف سيل لقوا ان هي شويه بشويه تبتدي تتحول لاوكسفيل سيل، فعشان كده عدد الاوكسفيل سيل بيحصل ايه؟ بيزيد مع السن. وده زي ما قلت بيفسر لك ليه البلاد كالسيوم ليفل بيبتدي ان هو يقل مع السن لما بيكبر، نتيجه ان الشيف سيل عدد ايه؟ عدد ايه؟ بتبتدي ان عددها بيقل، لانها بتتحول ليه؟ خلايا دهنيه جزء منها، وجزء منها بيتحول لمين؟ لاوكسفيل سيل. اتفقنا شباب؟ نروح على الجلاند اللي عندنا بعد كده، الا وهي السوبرارينال جلاند. والسوبرارينال جلاند بتتكون من ايه؟ نفس الكلام، من ستروما، هيكل من الكونكتيف تيشو، ومن ايه؟ بارينكما، نفس الكلام اللي قلناه في الثايرويد والباراثايرويد. طيب تعالوا مع بعض نشوف الاستروما بتتكون من ايه. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده يا شباب، عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو كبسول بيحوطها وبيحميها، بيطلع منها كونكتيف تيشو ترابيكولي، والخلايا بتاعتها بتاعت البارينكما بتبقى قاعده على ارضيه من ايه؟ من الريتيكولار فايبرز، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. طيب البارينكما اللي هي عباره عن الخلايا اللي بتقوم بالوظيفه اللي هي افراز الهرمون بتبقى شكلها ايه؟ خلينا اقول لك ان في السوبرارينال جلاند الخلايا بتبقى مترصصه في جزء تحت الكبسول بسميه الكورتكس، وجزء تاني داخلي بسميه الميدلا. خليني اقول لك برضو ان الكورتكس الخلايا فيه بتبقى مترصصه في ثلاثه زونز، في ثلاث مناطق. اول زون اللي هو تحت الكبسول اللي بقول عليه اسمه زونا جلوميريولوزا، واللي الخلايا فيه بتبقى مترصصه على شكل ايه؟ على شكل ارشز كده، زي الارشز بتاعت السقف، او على شكل كور، وبتبقى متحوطه بايه؟ نفس الكلام، بفينستريتد بلاد كابيلاريز. تاني زون عندي اللي هو اكبر زون في الكورتكس اللي اسمه زونا فاسيكولاتا، وفي لما انت تشوف اهو هتلاقي الخلايا مترصصه على شكل ايه؟ على شكل حبال متوازيه مفروده، هذه الحبال بتبقى متحوطه برضو بايه؟
ايه؟ ها بي بلاد كابيلاريز، وهنا ساعات بنقول عليها ساينوسويد. ها الساينوسويد ليه؟ لان الهرمون اللي بتفرزه الزونا فاسيكولاتا بيبقى ايه، بيبقى له لارج موليكولار ويت، بيبقى ايه الموليكولار ويت بتاعه كبير، فعشان كده بيحتاج ان هو يخرج من خلال ساينوسويد، من خلال ساينوسويد. فخلينا متفقين ان لو انتوا موضوع في الاستريتد كابيلاريز دي وساينوسويد تعبكم، فاعرفوا ان الساينوسويد دي هتبقى موجوده في الانتيريور بيتيوتري، وهتبقى موجوده في الزونا فاسيكولاتا بتاعت مين؟ بتاعت السوبرارينال جلاند. طيب تعالوا مع بعض ونشوف تالت زون عندنا اللي هو الزون ارتيكولاريس. هنا الخلية مترصصة على شكل ايه؟ تعالوا كده بصوا معانا، بصوا بصوا ايه ده؟ عبارة عن ايه ده؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحبال اللي احنا قلنا عليها، الريجولار كوردز اللي بتبقى مفصولة عن بعض بايه؟ بفنستريتد بلاد كابيلاريز. اما القلب بتاعي اللي هو عبارة عن الجزء الداخلي المظلة، في الخلايا بتاعتي برضو مترصصة على شكل ايه؟ ها المجموعات، ها الحبال، الكوردز، الكوردز اللي متحوطة بايه؟ ببلاد كابيلاريز. طيب تعالوا كده مع بعض ونقارن ما بين الثلاثة زونز بتاع الادرينال كورتكس، الزونا جلوميرولوزا فاسيكولاتا وريتيكولاريس. طيب اول حاجه بالنسبه للزونا جلوميرولوزا، يا ترى الزونا جلوميرولوزا بتمثل قد ايه من نسبه السمك بتاع الكورتكس؟ بتمثل حوالي 15% من السمك بتاع الكورتكس، وزي ما قلنا ان الخلايا فيه بتبقى مترصصه على شكل ايه؟ ارشز، ارشز زي الارش بتاعت السقف كده، او على شكل كور، عشان كده سمي الجلوميرولوزا زي الكوره كده بالظبط، زي الكوره. ها وبتبقى زي ما قلنا متحوطه بايه؟ متحوطه بفينستريتد بلاد كابيلاريز. طيب الخلايا اللي موجوده في الزونا جلوميرولوزا شكلها ايه؟ بيقول لك الخلايا والله بتبقى شكلها ايه؟ كولومنر، بتبقى عموديه، والنواه بتاعتها بتظهر انها ايه؟ انها زي ما تكون غامقه، دنس دنس. طب فكرك ليه دنس؟ هي دي مش خلايا برضو يعني بتفرز هرمون خليه نشيطه؟ اه، امال ليه النيوكلياي بتظهر دنس؟ ليه بتظهر غامقه؟ هي في الواقع هي مش غامقه، بس نتيجه ان الخلايا بتاعتي بتبقى مزنقه ببعض، مزنقه ببعض، فعشان كده بتدي ايه؟ ايحاء كان ايه؟ كان النيوكلياي كده لازقه ببعض او راكبه على بعض، فعشان كده بتدي ايحاء ان النيوكلياس بتبقى ايه؟ غامقه، غامقه نتيجة للزحمة بتاعت الخلايا، لكن هو في الواقع هي ايه؟ النيوكليس مش غامقة، لكن زي ما قلنا نتيجة للزحمة بتاعت الخلايا، ها فده اللي اداني ايحاء ان ايه؟ ان النيوكلياي بتاعتها بتبقى غامقة. طب يا ترى وضع السيتوبلازم بتاعها هيبقى ايه؟ نفكر مع بعض. الزونا جلوميولوزا بتفرز ايه؟ لا مش الزونا جلوميولوزا وبس، كل الخلايا بتاعت الادرينال كورتكس بتفرز هرمون بيبقى شكله ايه؟ بيبقى ستيرويد ان نيتشر، ستيرويد ان نيتشر، فعشان كده هيتطبق عليها قاعده عيله الستيرويد سيكريتنج سيل. يبقى اذا هلاقي السيتوبلازم بتاعي ماله؟ ها زي اي ستيرويد سيكريتنج سيل هيبقى اسيدوفيليك بينك، نتيجه لايه؟ نتيجه لايه؟ نتيجه لوجود كميه محترمه من الميتوكوندريا والسموث اندوبلازميك ريتيكولم، وهلاقيه كمان بيبقى فاكيوليتد، فاكيوليتد كان في ايه؟ كان في كده فاكيول لونها ابيض، وده نتيجه لايه؟ لوجود ايه؟ الليبيد دروبليت بتاعتي واللي احنا قلناها في الاول. طيب خليكم واخدين بالكم من حاجه، ان كميه الليبيد دروبليت هنا ما بتبقاش كتيره قوي، وهي ليه ما بتبقاش كتيره قوي؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر كميه الهرمون اللي بتفرز ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش كبيره للدرجه، فعشان كده كميه الليبيد دروبليت هنا ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش كتيره. طب هي الزونا جلوميروزا بتفرز ايه؟ بتفرز المينيرالو كورتيكويد اللي هو عباره عن الالدوستيرون اللي انتوا خدتوه في الفسيولوجي. طيب تعالوا مع بعض على تاني زون عندنا، الا وهنا هو الزونا فاسيكولاتا، واللي هو بيمثل اكبر سمك في الكورتكس من 65 ل 80%. طيب الخلايا هنا مترصصة على شكل ايه؟ هو من اسمه فاسيكولاتا معناها ايه؟ حزم، حزم، زي ما قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن حبالها بتبقى ايه؟ مفرودة مستوية كده طويلة، ها متوازية، مفصولة عن بعض بايه؟ ببلاد ساينوسويد. طيب شكل الخلايا عندي ايه؟ الخلايا هنا عندي بتبقى كبيرة في الحجم، كبيرة في الحجم، وبتبقى ايه؟ مضلعة. وهي ليه بتبقى كبيرة في الحجم؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هنا بلاقي فيها كمية محترمة من الأورجانيلز والليبيد دروبليت، لأن الزونا فاسيكولاتا بتفرز هنا ايه؟ هرمون بكمية كبيرة. طيب تعال على النواة، وضعها ايه؟ والله النواة هنا بتبقى كبيرة وفاتحة، وده دليل ان دي الخلية نشطة.
طيب السيتوبلازم وضعه ايه؟ نفس الكلام والله، بما انها خليه بتفرز لك جلوكوكورتيكويد، وده عباره عن واحد من الاستيرويد، فبلاقي ان السيتوبلازم بيبقى اسيدوفيليك، بس اكتر من كده بلاقيه ايه؟ بيبقى هايلي فاكيوليتد. هايلي فاكيوليتد يعني كان في فاكيولز هنا فيعصبون كتير قوي قوي. وده ليه؟ عشان خاطر ايه؟ ها، عشان هنا بص كميه الليبيد دروبلت قد ايه؟ بتبقى كبيره قوي، علشان كده ها، عشان او عشان هو بيفرز كميه ايه؟ كبيره من الهرمونز اللي هو جلوكوكورتيكويد. وعشان الخلايا بتاعت الزونا فاسيكولاتا بتبقى هايلي فاكيوليتد، ها، كأن فيها كده أخرام كتيرة جدا، فتسمت اسم اللي بنسميه سبونجوسايت. سبونجوسايت يعني عاملة كده خلية، عاملة زي إيه؟ الإسفنجة، بتبقى مخرمة. طيب تعالوا على آخر زون عندنا اللي هو عبارة عن الزونا ريتيكولاريس. خليني أقول لك إن هو ده بيبقى أقل زون في السمك بتاعه، بيبقى حوالي 70% من السمك بتاع الكورتكس. الخلايا فيه زي ما قلنا بتبقى مترصصة على شكل مجموعات غير منتظمة، الريجولار كوردز، مفصولة عن بعض ببلاد كابيلاريز. طب هنا الخلايا شكلها إيه؟ بتبقى خلايا مضلعة، وبتبقى لحد ما صغيرة في الحجم. طب النواة وضعها ايه؟ خليني اقول لك ان النواة في الجزء الديب بتاع الزونا ارتيكولاريس قرب الميدلة، ها، بتبقى ايه؟ بتبقى صغيرة في الحجم، وبتبقى غامقة، صغيرة وغامقة، بقول عليها بيكنوتيك. ومعنى ان هي ظهرت صغيرة وغامقة، ده معناه ان الخلايا هنا بتبتدي تدخل في حالة ديجنريشن، في حالة ايه؟ تحلل، تحلل، تحلل. لان انا شرحت، لما جيت شرحت في الجزء النظري، قلت لكم ان الخلايا بتمر بتغييرات، ها، تغييرات متتاليه، اخر هذه التغييرات ان بيحصل لها في الزونا ريتيكولاريس عمليه ايه؟ تحلل. طيب السيتوبلازم بتاعي وضعه ايه؟ نفس الكلام، الخلايا دي بتفرز، ها، اندروجين، اندروجين، وده واحد من الاستيرويد هرمون، يبقى اذا السيتوبلازم هيبقى اسيدوفيليك، وبرده سلايتلي فاكيوليتد، يعني مش هيبقى فاكيوليتد جامد قوي. ليه؟ لان برده كميه الليبيد دروبلتس هنا ما بتبقاش عاليه قوي، نتيجه ان كميه الهرمون اللي بتفرز قليله. بس خليني كمان اقول لك ان انت في هذا الزون باللايت مايكروسكوب بتلاقي جوه الخلايا حاجه اسمها اللايبوفوسكين بيجمنت. ايه اللايبوفوسكين بيجمنت دي؟ دي عباره عنها صبغه صفراء، صبغه لونها اصفر. الصبغه دي بتمثل ايه لو نفتكر؟ بتمثل بقايا، بقايا الليبيد اللي جوه اللايزوزوم اللي ما حصلهوش ايه؟ اللي ما حصلهوش دايجيشن، دايجيشن، فبيتجمع كده ويديني صبغه لونها اصفر. ودي بتميز الخلايا اللي بتبقى ايه؟ اللي بتبقى ايجد، اللي هي الخلايا، ها، المعمره، اللي بتعيش ايه؟ لحد ما، لفتره ايه؟ لفتره طويله. اتفقنا يا شباب؟ ونروح بعد كده على تاني جزء عندنا في السوبرارينال، الا وهو السوبرارينال ميدالة. وخليني اقول لك ان السوبرارينال ميدالة بيتكون من نوعين من الخلايا، او النوع اللي اسمه كروموفين سيل، او اللي بنقول عليه فيه كروموسايت، وتاني نوع اسمه سيمباثيتك جانجليون سيل. الكرومافين سيل ده اتسمى كده ليه؟ اتسمى كده لان الخلايا دي عندها قابليه انها تتحد مع حاجه اسمها كروميوم سولت، مع املاح الكروميوم، ولما بتتحد معاه بتعمل تفاعل بينتج عنه ان الخلايا بتتصبغ باللون البني. اما كلمه فيه كروموسايت معناها ايه؟ سايت يعني خليه، كرومو جايه من الكروميوم سولت برضو، وفيو معناها داكن، لون غامق، لان الخليه دي لما بتيجي تتحد مع كروميوم سولت بتدي لون غامق. وده حصل ليه؟ ها، نتيجه لمحتوى الخلايا من مين؟ ها، من الكاتيكولامينز اللي هو عباره عن الابينفرين والنور ابينفرين. طيب تعالوا مع بعض نشوف الخليه دي شكلها ايه باللايت مايكروسكوب. الخلايا دي يا شباب لما اجي ابص عليها هلاقي انها برضو مترصصه على شكل ايه؟ ها، نفس الكلام، عباره عن الحبال بتاعتي الغير منتظمه الشكل، الريجولار كوردز، اللي بتبقى متحوطه بايه؟ ها، ببلاد كابيلاريز. شكل الخلايا بيبقى ايه؟ والله الخلايا دي بتبقى حجمها كبير، وبتبقى بيضاويه، والنواه بتاعتها بتبقى كبيره وبتبقى مدوره، ها، وده دليل ان الخلايا دي نشطه. طب السيتوبلازم وضعه ايه؟ نفكر مع بعض، هو الخليه دي بتفرز ايه؟ بتفرز كاتيكولامينز. الكاتيكولامينز ده تبع انهي عيله؟ تبع عيله البولي بيبتايد سيكريتنج سيل. يبقى اذا هلاقي في الخليه دي رف اندوبلازميك ريتيكولم، اللي هيخلي السيتوبلازم بيزوفيليك.
الا ان السيتوبلازم هنا بيبقى بيل بيزوفيليك، بيزوفيليك لكن فاتح. ليه؟ لان الخليه دي واحده من عيله الاي بي يو جي سيل اللي هناخدهم بعد شويه، واللي بتصنع وبتفرز الهرمون بمعدل بطيء، فعشان كده مش محتاجه كميه كبيره من الراف اندوبلازميك ريتيكولم. لحد دلوقتي اخدنا مين من الاي بي يو جي سيل؟ ها اخدنا البارافوليكولار سيل بتاعت الثايرويد، اخدنا الشيف سيل بتاعت باراثايرويد جلاند، ودلوقتي بناخد مين؟ بناخد الكروموفين سيل. يبقى اذا بالالكترون مايكروسكوب هلاقيها ايه؟ ها الكلام بتاعت البروتين سيكريتنج سيل، هلاقي فيها الراف اندوبلازم ريتيكولم، الجولجي، السيكريتوري جرانيولز، الا ان هنا الاورجانيلز بتاعتي بتبقى موجوده بكميه متوسطه. طب تعالي على تاني خليه عندي، اللي هي عباره عن السيمباثيتك جانجليون سيل. دي عباره عن خليه بتبقى كبيره في الحجم وليها اكزون كده، الاكزون ده بيمتد ويطلع لحد الكورتكس. ليه بيطلع لحد الكورتكس؟ عشان يعمل حاجتين. اول حاجه عشان يجي ويعدل في السكريتوري اكتيفيتي بتاع مين؟ بتاع الكورتكس. يعني ايه؟ يعني الاكزون ده بيطلع لحد الخلايا بتاعت الزونا فيسيكولاتا، ويقوم جاي يعمل ستيميوليشن للسكريشن بتاع مين؟ بتاع الكورتيزون. مش كده وبس، ده كمان الاكزون ده بيجي ينتهي على البلاد فيسل بتاعت الكورتكس ويعمل فيها فازو كونستريكشن. وده بيفسر لك ليه مع الاسترس لما يحصل ستيميوليشن للسيمباثيتك نيرفس سيستم، ها بيحصل ان الكورتيزون الافراز بتاعه بيزيد، وبيحصل للشخص ده هايبر تنشن او ارتفاع في ضغط الدم. اتفقنا يا شباب؟ خلينا برضو متفقين وفاكرين ان الادرينال ميدالا بتعتبر موديفايد سيمباثيتك جانجليا. نفتكر مع بعض، هي سيمباثيتك جانجليا دي كانت عباره عن ايه؟ ها عباره عن كولكشن من النيرف سيل بوديز. ها النيرف سيل بوديز اللي موجوده دي بتبقى موجوده جوه الجانجليا، بتيجي وتعمل لها انرفيشن مين؟ خليه موجود السيل بودي بتاعها في السنترال نيرفس سيستم. كنت بسمي الخليه دي البري جانجليونيك ايه سيلز، البري جانجليونيك سيلز اللي زي ما قلنا السيل بودي موجود في السي ان اس، بيطلع منها اكزون، الاكزون ده بينتهي بساينابس على مين؟ على الخلايا العصبيه اللي بتبقى موجوده جوه السيمباثيتك جانجليا. واسمي الخلايا العصبيه اللي موجوده في السيمباثيتك جانجليا اسميها ايه؟ بوست جانجليونيك نيورون، واللي بيطلع منها اكزون، ها الاكزون ده بينتهي على ايه؟ على اورجان او على تيشو معين. الادرينال ميدالا بتعتبر سيمباثيتك جانجليا لكن حصل فيها تعديل. ليه بتعتبر سيمباثيتك جانجليا؟ لان الخلايا بتاعت الكروموفين سيل بيجي لها او بتعمل ساينابس، ها مع مين؟ مع البري جانجليونيك سيمباثيتك نيورون اللي هي السيل بودي بتاعها موجود في السي ان اس. بس هنا التعديل حصل في شكل ايه؟ ان الكروموفين سيل دي ملهاش اكسون، ملهاش اكزون، بينتهي على ايه؟ على الاورجن او التيشو بتاعي. امال ايه؟ لا دي بتطلع من، لما بتيجي يحصل لها انرفيشن من او سينابس مع البري جانجليون سيمباثيتك نيورون، تقوم جاي تعمل ستيميوليشن للسكريشن بتاع مين؟ بتاع الكروموفين سيل، فيقوم جاي السكريشن اللي هو كاتيكولامين وطالع مباشره على البلاد كابيلاري، على البلاد كابيلاري من غير ما يكون في اكزون، طالع منين؟ من الكروموفين سيل. اتفقنا يا شباب؟ كده خلصنا السوبرارينال جلاند، ونروح بعد كده على الايلتس اوف لانجرهانز بتاع البنكرياس. وخلينا متفقين ان الايلتس برضو بيتكون من ستروما وبيتكون من بارينكما. طيب تعالوا نبص مع بعض على تركيب البنكرياس. زي ما احنا عارفين ان البنكرياس بيتكون من جزء اكزوكراين اللي هو الجزء الغامق ده اللي بيفرز لك الدايجستيف انزيم، وجزء فاتح اللي هو ده اللي هو عباره عن الايلتس اوف لانجرهانز اللي بتفرز لك الهرمون. طيب لما اجي اتكلم عن الايلتس والستروما والهيكل بتاعه من الكونكتيف تيشو، هل انت متوقع هنا ان يبقى في حوالين الايلتس كبسول؟ اكيد مفيش. ليه مفيش؟ لان الايلتس دي جزء موجود جوه البنكرياس ما بين ايه؟ ما بين الاكزوكراين بارت. فمش طبيعي ان انا اجي افصل الايلتس اوف لانجرهانس بكبسول كده عن ايه؟ عن الاكزوكراين بورشن. فبالتالي هذا الجزء ما بيبقاش متحوط بايه؟ بكبسول، انما بيبقى متحوط بمين؟ بالاكزو كراين بورشن بتاع البنكرياس. وطالما مفيش كبسول فمفيش ترابيكولي، الحاجه الوحيده اللي هتبقى موجوده ان الخلايا دي بتقعد على ارضيه من ايه؟ من الريتيكولار فايبرز تدعم لك الايه؟ البارينكما او الخلايا بتاعتي اللي بتقوم بالوظيفه. طيب نشوف مع بعض البارينكما او الخلايا شكلها ايه.
باللايت مايكروسكوب، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الخلايا مترصصه على شكل نفس الكلام، ها ها ها، الحبال الغير منتظم الايريجولار كورد اللي هي بتبقى متحوطه عن من بعض، او متحوطه بايه يا شباب؟ بتبقى متحوطه بالفينستريتد بلاد كابيلاريز. الخلايا شكلها ايه؟ خلايا بتبقى مضلعه. السيتوبلازم بتاعها وضعه ايه؟ نفكر مع بعض. الايلتس بتفرز ايه؟ هرمون. الهرمون ده تبع انهي عيله؟ تبع عيله البوليبيبتايد سيكريتنج سيل. يبقى اذا انا هتوقع ان انا هلاقي فيه هنا رف اندوبلازميك ريتيكولم هيخلي لي السيتوبلازم بتاعي بيزوفيليك، الا ان هذا البيزوفيليا بتبقى بيل بيل فاتحه. ليه؟ نفس الكلام، عشان الخلايا بتاعت الايلتس دي واحده من الاي بي يو دي سيل اللي ايه، اللي بتفرز وتصنع الهرمون بمعدل بطيء، عشان كده المكن بتاعي بتاع التصنيع ها بيبقى ايه، بكميه متوسطه. يبقى ادي رابع واحده اخدناها بعد مين؟ ها تاني يا شباب نفتكر مع بعض، دي مهمه جدا الحته دي، بارافوليكولار سيل بتاعت الثايرويد، ها الشيف سيل بتاعت الباراثايرويد، ها في السوبرارينال ميدالا الكروموفين سيل، وادي الخلايا بتاعت الايلتس اوف لانجرهانس. يبقى اذا بالالكترون مايكروسكوب هلاقيهم عباره عن البوليبيبتايد سيكريتنج سيل، فيهم راف اندوبلازم ريتيكولم، فيهم جولجي، فيهم سيكريتوري جرانيولز، بس هنا بيبقى الاورجانيلز بتاعي بكميه متوسطه. طيب عايزين نشوف هي ايه انواع الخلايا اللي موجوده في الايلتس. في الواقع انا عندي في انواع خلايا كتير كتير، لكن انا هنا اللي هركز عليهم هم الثلاث انواع من الخلايا، الالفا سيل، البيتا سيل، والدلتا سيل. طيب عايزين نشوف مع بعض الالفا سيل عددها او نسبتها بالنسبه لبقيه الخلايا بتاعت الايلتس قد ايه. الالفا سيل بتبقى حوالي 20%، وبتبقى موجوده في البريفري بتاعت الايلتس، يعني على الطرف بتاع الايلتس اهي بتلاقي فيه الالفا سيل. الالفا سيل بتتميز انها خليه بتبقى ايه، بتبقى كبيره في الحجم، حجمها كبير بالنسبه لباقي خلايا الايلتس. ولما اجي ابص على الخليه دي بالالكترون مايكروسكوب بلاقي ان السكريتوري جرانيولز بتاعها بيبقى ليها ايه، قلب اسود غامق كده، اسود غامق بالمنظر ده. الالفا سيل دي هي دي اللي بتسكريت الجلوكاكون. طب تعالى على البيتا سيل وضعها ايه. والله انا اول ما اسمع البيتا سيل هافتكر على طول مين؟ الانسولين. الانسولين يبقى انا اذا متوقعه ان البيتا سيل دي هي اللي هتبقى ايه، اكبر عدد في خلايا الايلتس، نسبتها حوالي 70%. وخلي بالك الايلت سيل مش بس متميزه ان هي اكبر في العدد، لا دي كمان بتتميز في موقعها، انها موجوده في السنتر بتاعت مين؟ بتاعت الايلتس. واخدالك كده السنتر بتاع الايلتس لايه؟ لحسابها. طيب الخلايا دي بتبقى حجمها ايه؟ ها فاكر العلاقه العكسيه؟ فاكرها، خلايا عددها كبير لكن حجمها بيبقى ايه يا شباب؟ بيبقى حجمها صغير. بص العلاقه العكسيه في الالفا عددها اقل لكن حجمها ايه؟ اكبر. دايما بقول لكم العلاقه العكسيه هتمشي معانا كتير في ايه، او مشيت معانا كتير في ايه، في الاندوكراين جلاند. طيب تعالى شوف السكريتوري جرانيولز بتاعتها وضعها ايه. زي ما قلت لك قبل كده بتبقى حاجه اكسكلوسيف حصريه لمين؟ للبيتا سيل. بتلاقي ما بتشوفش المنظر ده خير غير فقط في البيتا سيل بتاعت ايه، بتاعت البنكرياس. بلاقي ان السكريتوري جرانيول بيبقى فيها في النص كده قلب اسود غامق مستطيل، عامل زي كريستاله كده، زي كريستاله، قلب اسود مستطيل زي كريستاله، متحوط بايه، بجزء فاتح بالمنظر ده. زي ما قلت لكم هذا الشكل مميز جدا للسكريتوري جرانيولز بتاعت البيتا سيل. طيب يا ترى البيتا سيل بتفرز ايه؟ احنا قلنا بتفرز انسولين وخدت الوظائف بتاعته فيسيولوجي، بتفرز السي بيبتايد، والسي بيبتايد ده بيطلع اثناء تكوين الانسولين، والسي بيبتايد ده من الحاجات المهمه اللي بتمنع اعتلال الاعصاب واعتلال الاوعيه الدمويه. عشان كده مرضى السكر اللي عندهم نقص في السكريشن بتاع الانسولين ها بيجي لهم للاسف النيوروباثي، اعتلال الاعصاب، وفاسكولار ديس اوردر او اعتلال الاوعيه الدمويه. برضو البيتا سيل بتفرز حاجه اسمها جابا، والجابا ده بيعمل انهيبيشن للسكريشن بتاع الجلوكاكون. يبقى يا شباب ما ننساش الالفا سيل ها مالها، بتتميز بان حجمها كبير، حجمها كبير وعددها اقل. البيتا سيل بيبقى عددها اكتر ها وحجمها اصغر، وبتتميز برضو انها موجوده في ايه، في السنتر، في النص بتاع الايلتس. طيب تعالى على اخر خليه اللي هي عباره عن الدلتا سيل، ودي بيبقى عددها اقل من الاثنين التانيين، 5 ل 10%، وبتبقى موجوده برضو فين؟ في البريفري بتاع الايلتس. يعني ادي اهو البريفري، ادي الالفا سيل، وادي ايه، الدلتا سيل، بتبقى موجوده برضو على البريفري او على الطرف.
طيب الخلايا شكلها ايه؟ بتبقى صغيره في الحجم، ولو جيت بصيت على الجرانيولز بتاعتها هلاقيها ايه؟ بص دي الدلتا ودي الالفا، شايف الالفا ها جوه ايه؟ قلب اسود غامق، لكن ده هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه قلب غامق بس ايه؟ اقل غمقان من الالفا سيل، فبقول عليها جرانيولز اوف مودريتلي لو دنسيتي، يعني بص كأن ده رمادي قلبها، لكن ده قلبها ايه؟ اسود اسود والعياذ بالله من جوه. طيب الدلتا سيل دي بتفرز ايه؟ بتفرز هرمون السوماتوستاتين. اتفقنا شباب؟ ونروح بعد كده على اللي احنا عمالين نعيد ونزيد فيها من الصبح، مجموعه الاي بي يو دي سيل، او اللي بيقول عليها الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم. عايزين نعرف التسميه دي جت منين. ديفيوز نيورو اندوكراين سيستم جت من ايه؟ كلمه ديفيوز معناها انها مجموعه من الخلايا منتشره في اجزاء كتيره في جسمك. نيورو اندوكراين يعني ايه؟ اندوكراين معناها انها بتفرز هرمون، الهرمون ده بيروح على البلد. وكلمه نيورون معناها ايه؟ ان المواد اللي بتفرزها بتبقى عباره عن بيبتايد، البيبتايد ده بيبقى فيه شبه كتير قوي من البيبتايد اللي بتفرزه ايه؟ النيورونز بتاعت البرين، اللي بتفرزه النيورونز بتاعت البرين، فعشان كده اتسمت ايه؟ نيورو اندوكراين. اما كلمه اي بي يو دي بترمز ليه؟ بترمز لاختصار امين بريكرسر ابتيك اند دي كاربوكسيليشن، وده بيوحي لايه؟ للطريقه اللي بتصنع بيها البيبتايد، انها بتاخد البريكرسر بتاع الامين وتعمل له دي كاربوكسيليشن. خليني اقول لك ان مجموعه الخلايا دي بيبقى ليها ثلاث طرق في الشغل بتاعها، ثلاثه مود اوف اكشن. بمعنى ايه؟ ان الخليه دي بتيجي تفرز هرمون، الهرمون ده يجي ويشتغل على ايه؟ على الخلايا اللي جنب الخلايا اللي افرزت هذا الهرمون. بسمي هذا المود اوف اكشن باراكراين سيكريشن او باراكراين مود اوف اكشن. يعني بص الخليه فرزت هرمون، بص الهرمون جه اشتغل على ايه؟ على الخلايا اللي ايه؟ اللي جنب الخليه اللي افرزته، فده اسمه ايه؟ باراكراين. بارا يعني حوالين ايه؟ الخليه اللي افرزته. او يشتغل الهرمون ده اوتوكراين. اوتو يعني ايه؟ يعني ذاتي، يعني الهرمون ها يجي يتفرز يقوم جاي شغال على نفس الخليه ايه اللي افرزته. او يشتغل اندوكراين. اندوكراين يعني ايه؟ يعني هتيجي الخليه ها وتقوم جايه فرزه ايه؟ فرزه هرمون، الهرمون ده يطلع على البلاد فيسل ويروح على يشتغل على خليه تانية موجوده في مكان اخر ايه؟ بعيد عن الخليه اللي افرزته. طيب عايزين نعرف الخلايا دي اللي موجودة في أورجانز مختلفة من جسمنا إزاي بقدر أتعرف عليها؟ والله أنا لو جيت صبغت الأورجان بتاعي اللي فيه الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم ده بالاتش اند اي ما بقدرش أشوف الخلايا دي كويس، لأن إحنا زي ما جينا أخدنا إن الخلايا دي بتبقى إيه؟ بتبقى بيل بيزوفيليك، بتبقى بيل بيزوفيليك فما بتبانش كويس. فعشان كده بحتاج سبيشالستين ليها، صبغات خاصة، اللي منها الكروميوم سولت، أملاح الكروميوم اللي أنا قلت لكم عليه، اللي بتيجي الخلايا دي عن طريق محتوى بتاعها من الهرمون اللي هو جرانيولز يختزل الكروميوم سولت ده ويتحد معاه ها او يتحد معاه ويختزله وايه ويدي لك لون بني بالمنظر ده، فبسمي الخلايا دي كرومافين سيلز. كرومافين سيلز، يبقى احنا عرفنا لما جينا سمينا الكرومافين سيل بتاعت المضله سميناها كده ليه؟ لانها واحده من الاي بي يو دي سيل اللي بتتفاعل مع كروميوم سولت. او ممكن اصبغ الخلايا دي بحاجه اسمها سيلفر سولت او املاح الفضه، وفي الحاله دي بسمي الخلايا ارجنتافين سيل، وكلمه ارجنتافين معناها انها ليها قابليه ارجنت اللي هي ايه؟ للسيلفر. السيلفر جايه من ايه؟ جايه من السيلفر. او تالت حاجه ان انا اصبغ الخلايا بحاجه اسمها اميونو هيستوكيميكال ستين، واحنا خدنا الاميونو هيستوكيميكال ستين ده معناه ايه؟ كلمه اميونو ان انا بستخدم انتي بودي ها ضد ايه؟ ضد هذا الهرمون اللي موجود جوه السكريتوري جرانيول، فالانتي بودي ده بيبقى ماسك في صبغه معينه ها، فلما يجي يتحد مع البيبتايد هرمون الموجود جوه السكريتوري جرانيول بيحصل تفاعل ينتج عنه لون معين، ساعتها بقدر اشوف هذه الخليه. طب يا ترى التركيب بتاع الاي بي يو دي سيل بيبقى ايه؟ شكلها ايه؟ خليني اقول لك ان الخلايا دي بيبقى شكلها هرمي بهذا المنظر. السيتوبلازم بتاعها زي ما احنا قلنا بيبقى ايه؟ ها نفكر مع بعض، هي ها كلها بتفرز بيبتايد، فاذا كلهم بدون استثناء هلاقي فيهم المكن بتاع تصنيع البيبتايد اللي هو زي ما قلنا قبل كده الراف اندوبلازم كريتيكولم، الجولجي سيكريتوري جرانيولز، لكنهم بيبقوا بمودريت اماونت، كميه متوسطه، لان هم كلهم بيفرزوا لي او بيصنعوا لي ويفرزوا لي الهرمون ايه؟ بمعدل بطيء.
خليني اقول لك برضو ان انا عندي فيه هنا نوعين من الاي بي يو دي سيل. نوع بقول عليه اوبن تايب، وكلمه اوبن يعني ايه؟ يعني الخليه دي بتبقى جايه قاعده على البيزا اللامنه في الاورجان، قاعده على البيزا اللامنه، وبتيجي كده تقوم جايه طالعه بمايكروفيلاي، ها طويله كده بتمتد لحد ايه التجويف بتاع هذا الاورجان. اما النوع الثاني اللي بقول عليه كلوزد تايب، كلوزد يعني ايه؟ يعني الخليه دي بتبقى جايه قاعده على بيزا اللامنه، لكن الجزء الابيكال بتاعها ما بيوصلش ايه؟ ما بيوصلش للتجويف بتاعي بتاع الاورجان. ليه؟ لانها بتبقى متغطيه بالخلايا الاخرى اللي هي موجوده في هذا الاورجان. واخدنا اكزامبل ليها لو تفتكروا مين، برافو عليكم، البارافوليكولار سيل اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الثيرويد. وقلت لكم وقتها هي كده او كده البارافوليكولار مش محتاجه اليومن في حاجه، لانها هتيجي وتفرز لي الهرمون على البلاد كابيلرز اللي موجود تحت البيزا اللامينا. فعشان كده دي اتسمت اوبن مفتوحه لانها واصله لمين؟ لليومن. لكن دي كلوزد مقفوله لانها مش واصله لمين؟ لليومن. طب يا ترى الخلايا دي موجوده فين؟ موجوده في اماكن كتيره جدا في جسمنا، موجوده في الجاسترو انستاينال تراكت في الجهاز الهضمي، ولما هناخد ان شاء الله الجي اي تي هنعرف ان الخلايا دي بيبقى اسمها الانتيرو اندوكراين سيل. كلمه انتيرو نسبه لايه؟ لايه؟ للانتيرو اللي هو الانتستين او اللي هو الجهاز الهضمي. تاني مكان اللي هو عبارة عن الريسبيراتوري سيستم، واحنا لما خدنا الريسبيراتوري سيستم قلنا فعلا لو تفتكروا ان كان في خلايا اسمها السمول جرانيول سيل وخلايا اسمها النيورو ابيثيليال بوديز كانوا موجودين في التراكيه والبرونكيول. اخدنا مع بعض النهارده السوبرا اوبتيك والبارا فنتريكولار ايه ها نيوكلياي اللي موجودين في الهايبوثالاموس. الخلايا دي برضو بتعتبر من الاي بي يو دي سيل، واللي هي كانت بتصنع ايه يا شباب لو تفتكروا؟ ها الاوكسيتوسين وبرافو عليكم والاي دي اتش. والخليه اللي بعد كده البارافوليكولار سيل بتاعت الثيرويد اللي هي بتفرز لك الكالسيتونين، والشيف سيل بتاعت الباراثيرويد جلاند اللي بتفرز الباراثيرويد هرمون، الكروموفين سيلز بتاعت السوبرا رينال ميدالا اللي بتفرز الكاتيكولامين، الخلايا بتاعت الايلتس اوف لانجر هانز اللي خدناها من شويه، واخر حاجه عندي الباينيلوسايت اللي هي الخلايا بتاعت الباينيال جلاند. ومن هنا هنروح على اخر حاجه عندنا للجامعات اللي عليها هذا الجزء، الا وهي الباينيال جلاند. الباينيال جلاند ده بيتكون من ايه؟ خلينا متفقين ان الباينيال جلاند ده من موقعه ان هو بيبقى موجود ما بين التو سيريبرال هيمسفير، فعشان كده هو بيبقى متغطي بالبيا ماتر بتاع البرين. يعني هو ملوش كبسول، هو متغطي بالبيا ماتر بتاع مين؟ بتاع البرين، واللي بيطلع منها سبتة بتبقى شايله الايه البلاد فيسلز على مين؟ على جوه الايه البارينكما بتاعتي بتاعت الباينيال جلاند. طيب تعالوا نشوف مع بعض يا ترى ايه الخلايا اللي موجوده في الباينيال جلاند. انا عندي فيه خليتين، خليه اسمها باينيلوسايت، ومن اسمها دي الخليه بتاعت الباينيال جلاند اللي هي بتقوم بالوظيفه الاساسيه الا وهي افراز هرمون الميلاتونين، والخليه الثانيه عباره عن خليه داعمه اسمها جلايال سيلز. طب يا ترى الباينيلوسايت دي بتبقى شكلها ايه؟ تركيبها ايه؟ اول حاجه لما اجي ابص عليها هلاقيها مترصصه على شكل ايه؟ نفس الكلام الحبال الغير منتظمه بتاعتي، ها وايه اللي بتبقى متحوطه بايه؟ بالبلاد كابيلاريز. طب الخليه شكلها ايه؟ الخليه دي يا شباب بتبقى عامله زي الاخطبوط، زي الاكتوبوس كده، خليه ها بيبقى ليها سيل بودي طالع منها بروسيسز كده بتبقى معرجه، البروسيسز دي بتيجي تنتهي بدايلاتيشن ها بجزء واسع كده على مين؟ على البلاد كابيلاريز. وهي ليه بتنتهي بدايلاتيشن؟ عشان تزود مساحه السطح الايه المتصل بمين؟ بالبلاد كابيلاريز. طيب يا ترى النواه بتاعتها شكلها ايه؟ والله النواه بتاعتها بتبقى كبيره في الحجم، يعني بصوا كبيره في الحجم، وبما ان شكل الخليه مش منتظم فالنواه كمان بيبقى شكلها ايه؟ غير منتظم. عشان كده لما اجي اقطع مقطع ممكن قوي المقطع دي يجي لي في الجزء من النواه الغير منتظمه فيديني شكل كان النواه دي ايه؟ مفصصه لفصوص. كمان بلاقي جوه النواه في نيوكليولاي ايه؟ ها نويه بتبقى ايه؟ باينه قوي، وده دليل على ان الخليه دي نشطه جدا. طب السيتوبلازم بتاعي وضعه ايه؟ نفكر مع بعض، الميلاتونين ده يقع تحت اي طائله من الهرمون؟ ها الطائله بتاعت البروستاجيرون.
البيبتايد سيكريتنج سيل او البروتين سيكريتنج سيل، يبقى اذا هلاقي ان السيتوبلازم بتاعي بيبقى ايه؟ بيبقى بيزوفيليك، ها، الا ان هو بيبقى ايه؟ بيبقى بيل بيزوفيليك، عشان دي واحده من لسه واخدينها الاي بي يو دي سيل اللي بتيجي تصنع وتفرز الهرمون بمعدل بطيء. يبقى اذا هلاقي فيها رف اندوبلازم ريتيكولام جولجي وسكريتوري جرانيولز لكنهم بكميه متوسطه. طيب تاني خلية عندي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجلايل سيلز، خلية شبه الاستروسايت. فاكرين الاستروسايت لما جينا اخدناها في السي ان اس؟ عبارة عن ايه الاستروسايت؟ خلية شبه النجمة وليها ايه؟ بروسيسز كده طالعة منها، واخدنا ان وظيفة اي جلايل سيل انها تعمل سبورت، تدعم لك مين؟ المين؟ ها، الباينيلوسايتس بتاعتي. اتفقنا يا شباب؟ طب يجي السؤال، يا ترى ايه هي الكوربورا ارنيشيا او البرين ساند اللي بشوفها في الباينيال جلاند؟ الكوربورا ارنيشيا دي معناها اجسام رمليه، اجسام رمليه بتيجي ها وبشوفها بوضوح جدا فين؟ ها، في الباينيال جلاند. الكوربورا ارنيشيا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ترسبات للكالسيوم ها على اجسام، الاجسام دي بتتكون من بروتين كارير طلع اثناء افراز الميلاتونين. يعني اثناء ما الباينيلوسايت بتفرز الميلاتونين بتفرز ايه؟ حاجه اسمها بروتين كارير. البروتين كارير ده بيجي كده ويترسب ويحصل ترسب للكالسيوم فوقيه ها، فينتج عنه تكوين الكوربورا ارنيشيا. وخليني اقول لك ان هذه الاجسام بتزيد في العدد وفي الحجم بايه؟ بتقدم السن. طيب هل هذه الاجسام ليها اي اهميه؟ ها، ليها اي سيجنيفيكانس؟ لا. الاهميه الوحيده اللي بتظهر لهذه الاجسام اثناء ما الشخص بيجي يعمل اشعه، اللي هي اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي. ليه؟ لان انا يا شباب لو ده تخيلت ان دي اشعه مقطعيه، انا قلت لكم في الاول ايه؟ قلت لكم في الاول ان الباينيال جلاند موجود ما بين التو سيريبرال هيمسفير، يعني موجود في الميد لاين، ادي سيريبرال هيمسفير، ادي واحد وادي ايه؟ وادي الهيمسفير الثاني، والباينيال جلاند موجود في النص. فالباينيال جلاند نتيجه لوجود الكوربورا ارنيشيا جواه، واللي بتبقى الكوربورا ارنيشيا زي ما قلنا مالها؟ بيترسب عليها الكالسيوم. فالكالسيوم دايما بيظهر في الاشعه حاجه بقول عليها ريدج اوبيك. يعني ايه ريدج اوبيك؟ يعني بتظهر كانها حاجه كده ايه؟ بيضه معتمه، بيضه معتمه فين؟ في الاشعه بتاعتي. فانا دلوقتي بمجرد ما شفت ان في حاجه بيضه معتمه موجوده في الميد لاين، عرفت ان انا هنا في فين؟ في الباينيال جلاند. فاذا ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني ان لو حصل شيفت لمين؟ للميد لاين. يعني الجزء ده لو الكوربورا ارنيشيا اللي جوه الباينيال جلاند لو حصل ان هو اتزحزح ناحيه اليمين او اتزحزح ناحيه الشمال، بعرف ان الميد لاين في ايه؟ حصل في حاجه، ان في هنا مثلا تيومر، ورم جزق الي الكوربورا ارنيشيا على الناحيه الثانيه، خلاني الميد لاين ايه؟ معوج، حصل له ديفيشن، انحراف عن ايه؟ عن المكان بتاعه الطبيعي. فاذا ده بيفيدني في ان انا زي ما قلنا تعتبر لاند مارك لمين؟ للميد لاين. حصل شيفت لليمين، شيفت للشمال، معناها ان في تيومر هنا هو اللي زق لي الايه؟ الميد لاين، زق لي الباينيال جلاند على الناحيه الثانيه. اتفقنا يا شباب؟ كده نبقى خلصنا. ثانك يو، نشوفكم على خير ان شاء الله.